وبعيد بعيد الحكي بس عشان هذا ريكورد الآن بدينا start sharing share full screen. أنا داخل الجماعة على virtual class. لا تدخلوش، لا أنتوا ما في داعي تدخلوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. راح اليوم نشتغل، حكينا على ورقة عمل اللي هي استخدام المكتبة الإلكترونية، هذا الجزء الأول من المادة تبعتنا اليوم، اللي هو راح نستخدم قاعدة إبسكو، هي من أشهر قواعد البيانات للبحث العلمي. بدنا نبحث عن موضوع معين، المختبرات الإلكترونية أو التعلم من خلال الآيباد أو البدبنة بعد 2009، وبدي جميعها مقالات كاملة، بدي فول تكست، ما بدي إياها أبستراكت، وبدي إياها محكمة. وبعدين ترسل لي إياها على وين؟ على الرابط. يلا وين من نروح؟ خلينا نرجع على المقرر نفسه، على الأسبوع هذا اللي إحنا فيه. إحنا في الأسبوع هذا اللي إحنا فيه، أنا قاتب لكم شو اللي بدنا نشتغله اليوم. حكينا في عنا اليوم كمان طالب منكم تسليم تقرير عن مقالة، المقالة صوتية معنا الأسبوع الجاي نسلمها، مقالة مقابلة عن توظيف التكنولوجيا في التعليم بشكل عام، مقالة بين اثنين بتكلموا، هم اثنين دكاترة هذول على جانب مؤتمر كايني. اسمع لي إياها وسوي لي ورقة واحدة ملخص ما ذكر في تلك المقالة، ملخص موجودة هيا هون، تأخذ اللينك محمود، تأخذ اللينك بتحطه على براوزر، بيطلع لك أوديو تسمع النقاش، ما بدي ترجم لي أنا ولا ما بدي ترجمات أنا، مدة المقابلة جوز ساعة وشوية، اسمعها وخذ إيش ملخصها، عن إيش كانت تحكي، شو أهم النقاط اللي تناولتها. هي بالإنجليزي مكتوب، لا بالعربي يكتب، بدك تكتب بالإنجليزي يكتب بالإنجليزي. اللي بده يكتب بالإنجليزي يكتب بالإنجليزي، اللي بده يكتب بالعربي يعني ما يعادل صفحة، لكن إذا أنت بتشوفي إنه بحاجة أكثر، يعني فيها مين بوينتس أكثر من صفحة حطي، مش قضية يعني. أوكي الآن إحنا خلينا نبدأ تنفيذ ورقة العمل. أنا بدي أدور زيكم على المختبرات، لأنه الأغلب طلب المختبرات، فبدنا نشتغل على المختبرات، بدي أشتغل أنا على المختبرات زيكم. من وين من نروح؟ من نروح على الصفحة الرئيسية تاعت الهوم تبعتنا، تاعت السايت، يعني بدي أطلع من الكورس، بدي أطلع من الكورس. أنا كنت داخل على 636 كورسنا، الآن وين بروح؟ عندي هنا AOU E-Library، شايفينها؟ AOU E-Library هياتها، يلا دخلنا عليها. المرة الماضية كان المفروض دخلكم عليها، بس شو اللي كان المشكلة؟ كان في بدها يوزر نيم باسورد ومش عارف ايش، كنا حاسين في مشكلة. فاليوم لا ما بطلب منك، اعملي اكس ادخلي عليها، بدخلك دايركتلي على الداتابيز. نصبر شوي، انا شكله بطيء عندي. هيا ممتاز، خلينا نتفاهم عليها شوي، خلينا نتفاهم عليها شوي، خلينا أعرفكم شو اللي موجودات هنا على الأقل اللي بعرفهن، يعني بديش أقول لكم كل اللي بعرفهن أنا. ها شايف إبسكو؟ هاي أنا حاطط رسبلين غلط، حاطط إي بدون إي، هي اختصار إبسكو، اختصار لقاعدة البيانات. طبعا إحنا لما نيجي ندخل عليها شو بنعمل؟ إنتر. بدناش نعمل إنتر، قبل ما نعمل إنتر خلينا شوي. في عنا هنا كمان موقع ثاني اسمه إيش؟ GS Digital Library. هذول في منهن الجامعة مشتركة معاهم، بس ما بعطيكم في التكست، بكونش معامل على اشتراك كامل، ممكن يكون ترايل، جربوهن. في منهن للبزنس، في منهن مثلا للاي تي، مش كلهن education يعني. بس الامرال فيك نفس الاشي، بس الامرال اللي هو هذا الامرالد جورنالز، هذا في ايش؟ في مقالات تربوية مع مقالات اخرى، لكنه لا في فول تكست. هياتو إمرالد، أيوة أحكي وينها. نفس الشيء إديوكيشن سيرش، أنا صراحة ما استخدمتها، أنا ما استخدمتها. في عندكم هنا الأوبن أكسس ريسورسز، معناته يعني في، طلع على اليمين منته، شايف في عندك هون على اليمين كمان، شايف بس حاطلك عليه إنه ترايل هذول، ملاحظ أنت؟ هيا على اليمين، هاي شفتيها؟ هاي ولا ترينينج؟
تريننج انا مش شايفه عفوا، لانه في منهم بيدخلون ترايل على اساس نجربهم، اوكي تريننج كلهم. في انا شفت وحده بس كانهم شالوها، هي صراحه اقوى وحده فيهن بس مش موجوده عندنا للاسف، اللي هي بسموها البروكويست. البروكويست هذيك بتطلع لك فول ديزرتيشنز. وينها بروكويست؟ مش شايفها. ثاني وحدة على اليمين بروكويست. أنا مش قادر أخذ هيك. أنا مش قادر أخذ، مش قادر أخذ على اليمين لأنه الشاشة عندي محكوم فيها. فيها فيها فول ديزرتيشن. هذا بيطلعوا فيها اللي هي اختصار. لا 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 لا. فيها education، فيها business، فيها طب، فيها هندسة، فيها كل إشي. هذا بتعطيك full text لرسائل ماجستير أو دكتوراه منشورة عالميا، رسالة كاملة فل بأدواتها بأدبها السابق بكل إشي. طبعا أنا أقول لك طبعا شو مغلبني، طب ما أروح عليها وأخذها وأسوي واحدة زيها وخلص كل شيء ولا النقل. هذا سرقة غير مقبول. طبعا من ميزات النت كمان انه بسهل جدا تعرف اذا هو سرقة سرقة ولا كاتبها حقيقي من راسه. لا مانع انك تطلع عليها لكن ممنوع تنقلها نقل. يلا نروح على ابسكو نعمل انتر، نعمل انتر. الان بنعمل على ابسكو هوست ويب اول واحدة شايفينها هاي. طبعا وين دخلنا؟ مين اليوزر؟ الارب يونيفرسيتي. طلعي ارب اوبن يونيفرسيتي كويت، معناته هاي بيت. هل تروح على البيت وما يكونش عندك اكسس على الموقع تاعنا ما بتقدر تفوت عليها. شومان موجودة. نعم يلا ابسكو هوست ويب دخلنا عليها. موجودة موجودة. بدك تروح هناك من شومان نفسها. مش من مكان ثاني. موجودة في اليرموك، موجودة في الأردنية، موجودة في الهاشمية، موجودة في كل الجامعات تقريبا. شوفوا الآن من ناحية السيرش عندنا إحنا، هذا طبعا السيرش الأولاني اللي هو البيسك سيرش. أنا ما بدي أشتغل على البيسك سيرش، إحنا بنشتغل على الأدفانس سيرش. في عندكم كلمة أدفانس سيرش، نروح على أدفانس سيرش. ممتاز. نعم جايك. انا بدي مش حطيت شروط، بدي اشتغل على الشروط. في الادفانس سيرش هو اللي بيسمح لك تعمل اند واور وتختار باسم المؤلف وتختار باسم العنوان الدرس وكل شيء. يعني الادفانس سيرش هو الاصل انك انت كباحث تستخدمه، ما تستخدم السيمبل. مرات واحد بيروح على السيمبل بس عشان هيك يعمل سكان على سريع على كم مقال في الموضوع الفلاني او كذا او كذا او كذا الى اخره. لعندونا في شيء صعب؟ اي ثينك بسيط. الان خلينا ندور ايش بدك تكتبني يا محمد؟ في قبل ما نكتب دقيقه، في شغله بدي اعمل تشوز داتابيس. انت من اي قاعده بياناتك تدور؟ لانه هذا الابسكو عباره عن مجموعه قواعد بيانات. اذا نختار تشوز داتابيس. شوف طلع حاطط صح عليهم كلياتهم هو. طبعا كل ما بدك تعمل ناروينج للسيرش خفف. يعني انا اريك بعرف انهم دائما بفلوس، بديش اياهم شيل. في كمان دكتور اكاديميك بدنا اياها، عرفت؟ مرات في قليل بس اريك بشكل عام بيت، ومرات بيكون بتعرف كيف بيت بير ارتكل، يعني حق المقاله ببيعك مش حق المجله. اوكي خلينا اكاديميك سيرش كومبليت. البزنس ما بدنا اياه شيلها. كمبيوتر ابلاي شو بدي فيها؟ شيلها. لا ما انا بحكي لك ليش يا رحمه، راك فكري معي. لو حطيت له كمبيوتر ساينس. نعم وين هي؟ هي نفسها ماشي بس الابلاي ساينس تعرف شو هنا بفكر فيها؟ العلوم التطبيقيه، يعني زي الفيزياء والرياضيات والعلوم. انا شو بدي؟ ما بدي يعمل لي ابحاث يجي يقول لي مثلا عن المختبرات اللي هي مش في الادوكيشن، لانه هون ممكن يصير يتكلم لك عن المختبرات بشكل عام.
ممتاز. هنا ممكن يصير يطلع لك، يطلع لك الأبحاث اللي بتعمل على تطوير أفكار سيميوليشن مثلا، كيف تعمل بروغرامينج للسيميوليشن. طب أنا شو بدي فيها هاي؟ فبعمل نروينج شوي. أنا شو موضوعي؟ إدوكيشن. خلي الداتابيس تاع إدوكيشن عشان أخلي البحث يكون قليل، بس ما في مانع طبعا، ما في مانع. هذا البزنس ما بدي إياه، الإدوكيشن خليهن، اللي فيه الإدوكيشن خليهن، البزنس شيليها، اللايبراري انفورميشن ساينس تكنولوجي شيليها، الإي بوكس خليها الإي بوكس، إلا إذا أنت ما بدك بوكس بدنا جيرنالز. أنسر. أيوة أشرف. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمع هاي بدي أودي لك لينك. بدي أودي لك لينك، خش عليها على طول. هاي كنترول في، خش معانا. يلا دكتور. واسمع حاول تحكي معانا من المايك اللي هناك، يعني بس تدخل وتأكد إنك دخلت، بدنا نفصل السكايب ونصير نحكي مع بعض من هناك إذا بتسمعني هناك. هو نفسه المكتوب عليه عندكم الصف الافتراضي. آسف. لحظة أشرف لحظة. لأني أنا مش متذكر إن عملت كوبي لأشي. مزبوط، أنا عملت كوبي للأوديو، صحيح كلامك. دقيقة أشرف، معاي أشرف؟ راح أشرف. خذ اللينك هاي، عفوا خذ اللينك هاي، اللينك الأولاني اللي بعت لك إياها. اللينك الأولاني بس عشان تعرف شو القصة. اللينك الأولاني عبارة عن مقابلة بين اثنين بتكلموا عن توظيف التكنولوجيا في التعليم ومشاكله وإشي مثل هيك. مطلوب إنك تسمعها فيما بعد يعني، وتسلمني إياها، حط لكم مكان لتسليمها هاي. شوي بس الصوتية تداخل شوي. مرة ثانية أسيات، انت ادخل لي على اللينك الثانية وفصل السكايب بعدين. انا بدي اطلع من السكايب. ايوة واسمعني من هذاك الموقع. اطلع من السكايب دكتور. اسا خليه موجود، خليه موجود، تدخل على الموقع هذاك. طيب خلينا شابكين، تدخل اتأكد انك دخلت. هاي اشرف دخل. أشرف سام، أنت أسعيات سامعني من هون؟ أنا سامعك بس مش عارف من وين. من طب طف سكايب. سكايب أو منه مش. طب طف سكايب. بخربط، هو مش هو سامع. دكتور سامعني هيك؟ أنا سامعك. طيب بدي أوقف سكايب. وقف سكايب. أنا بدي أوقف سكايب. أنا بدي أوقف سكايب. سامعني هسا؟ أنا بحكي أشرف، سامعني؟ إذا سامعني اكتب لي مسج إنك سامعني. أيوة أنا مش سامعني. طيب لا، ما هي توك ناو شغالي، هي شغالي لما تكون حمراء. طيب هيك سامعني أشرف؟ سامعني أشرف هسا؟ ألو ايوه اشرف، سامعك وشايفني. ممتاز. هسا احنا بدنا نعمل شيء للديسكتوب. يلا نرجع نكمل يا جماعه. محمد اذا بدك تفوت فوت عشان اذا هذا تعمل شات معه من نفس الصف الافتراضي، بس فوت بتفوت معانا هون. شايف كيف هسا احنا كيف أسي أشرف وين موجود؟ في إربد، وهيات وشايفني وبسمع صوتي، وهاي الشات بيني وبينه، وهو شو بيشوف أسي؟ بس أنزل الديسكتوب هون بشوف اللي أنتوا شايفينه تماما، وكأنه قاعد معنا
وبنفذ معانا هسه بصير يشتغل معانا. هذا اسمه فيرتوال كلاس، هذا اسمه ميت تشيب. ميت تشيب هذا بيد، هذا مش فري. يعني المبتدئين في الريسيرش. اشرف احنا المهم الان اللي شغالين عليها يا اشرف، المهم الان اللي شغالين عليها ايش هاي؟ ممتاز كويس. الان المهم اللي شغالين عليها، فوت على موقع اداره التعلم، فوت لي على المكتبه الالكترونيه واختار ابسكو منها. بدي اعطيك انا امكانيه انك انت تحكي. اشرف احكي معي، اشوف اتكلم. اعطيتك صوت، انا اعطيتك امكانيه تحكي. سامعني؟ سامعك ممتاز كويس. اسمع اشرف، بدي منك تدخل على موقع إدارة التعلم، موقع إدارة التعلم، و تدخل على المكتبة الإلكترونية وتدخل على ديسكو. انت شايف الشاشة شو شايف قدامك؟ ايش شايف قدامك؟ لا في دوشة، لا لا في البيت هو راح صوتك. طب اسمع احكي معاك من سكايب احسن. احكي انت لو تبعد اسمك على الميكروفون شوي بس، لانه حاس خروشي لانه الميكروفون قريب عليك. لا لا انا ما بدي، انا دكتور المايك معي. ايوه هسه سامعك كويس، بس في صدى شوي، في صدى شوي. نحكي كلمه كلمه شوي شوي. دكتور اجين لا راح الصوت من عنده. ايوه اشرف ايش اعمل؟ ممتاز هيك ممتاز. احنا فوت على موقع اداره التعلم وادخل على المكتبة الإلكترونية. ايش شايف قدامك اشرف؟ ايش شايف على الشاشة؟ شكله بس انتقل بروح الصوت على فكرة. بس انتقل؟ بس انتقل بوقف الصوت. لا لا هيو عالي الصوت شغال. وقف الصوت ممكن ما عنده المشكلة ترى. طيب اسمع اشرف. طب مش سكايب صوت. لا بس بقدر. انا مش شايف شيء من دون. طيب نعم اسمع، ايش شايف على الشاشه؟ مش شايف شيء على الشاشه؟ نعم. ايش شايف على الشاشه قدامك؟ ابدا ابدا مش شايف شيء. طب اسمع بدي اوقف الصوت من هون ونحكي مع سكايب. مش شايف شيء الصوت على سكايب. طيب خلينا نرجع على سكايب. لا لا خليك عادي. ايوه دكتور. ايوه سامعك هسه كويس، سامعني كويس. أيوة. الان احكي لي ايش شايف على الشاشه انت؟ دكتور مش شايف شيء غير بس الشات. بس الشات؟ لا مشير انا طلع هسه. مش شايف شيء غير بس مو شايف شيء هيك؟ طيب خلينا نعمل ستوب شيرينج. بجوز انه لازم اشير مره ثانيه. شير فول سكرين، فول سكرين. طب هيك ايش شايف؟ اشرف ايش شايف هيك؟ فصل، هذا عنده مشكله هو. نفس الشيء ما صار اي تغيير دكتور. فصل عندك، بين انه في فصل عندك، مبين انك فاصل يا اشرف.
ايوه دكتور. مو شايف اشي هيك؟ ماوس بوينتر وفي دكتور مفيد ابو موسى. ديسكتوب بس الشاشة فاضية. شاشة فاضية؟ لا معناته في مشكلة. ديسكتوب فاضي. معناته لازم في بلاير ينزل عندك يا اشرف. طيب بغض النظر فوت لي على 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 المكتبة الإلكترونية اشرف، فوت على المكتبة الإلكترونية. فوت على المكتبة الإلكترونية وفوت على إبسكو. تعرف تفوت على إبسكو صح ولا لا؟ على إبسكو بعرف بس فوت على إبسكو بس انا بقودك هاي بنمشي مع بعض. نمشي مع بعض. بس المفروض انت تكون شايف الديسكتوب تاعنا، انا مشير معاك على الديسكتوب انا. لا عنده النت بتفصل قاعده. اشرف عندك النت قاعده بتفصل؟ عنده النت فيها مشكله. يجي احضر هيك ما بزبط. اشرف النت عندك قاعده بتفصل كل شوي بيعطيني انه النت عندك مش كويس. اشرف الو بعث له مسج قول له انت من عندك قاعد ببين عنا انه النت عندك بتفصل. طيب احنا خلنا نكمل، خلينا نكمل يا جماعه، نكمل يا جماعه. يلا ايش انا قلنا محمد ايش اكتب؟ خلصنا يعني هاي احنا بتشوز داتابيز، بتشوز داتابيز بنختار اي داتابيز بدنا اياه. انا بدي اشيل الايريك، بدي اشيل الريجيونال بزنس، بدي اشيل البزنس. خلينا الاي بوك. ما ما بتشيلي يعني اللي ما بدك اياه بتشيلي، بس انا هذا اللي بدي اقول لك اياه. بيطلع ماجازينز طبعا انا بدي اشيلهم بعدين بعمل اوكي. خليت الادوكيشن في بزنس. على فكره مرات البزنس يعني الداتابيس تاع البزنس بيكون له ريليتد مع الادوكيشن. طبيعي. يلا الان نقلني محمد شو اكتب هون؟ دراي بالانجليزي طبعا. لا لا عادي مو مشكله. شوف انت بس كتبت دراي لحاله ايش عمل لي؟ اعطاني اوبشنز. دراي كليننج، دراي كليننج اندستري، دراي اي شو هاي؟ شو دراي هاي؟ دراي هاي طلعت خطيره هاي. دراي لاب. سامعني دكتور؟ نعم سامعك. من عندك ترى بتفصل النت. الشبكه عندك فيها مشكله يا اشرف. ما في اوبشن. اشرف النت عندك ضعيفه كل شوي بتفصل. اذا دراي لاب يا جماعه اللي كنا معولين عليها طلعت مش كويسه. ايوه جرب ساينس لايب. لاب احسن. ساينس لا بصير بصير ما بمشي. بس انا بدي اقول شغلي هون. انت ممكن تقول بتقول هون ساينس شايف طلع. انا بقول هون لو انك تعمل كيف بيسووا كل كلمة في فيلد برضه هاي من فنيات البحث. انت لا تدور الكلمتين في مكان واحد. ساينس لحال ولا بلا حال. ساينس لحال، ادوكيشن لحال بصير. ليش ما بصير؟ مو عندك هون هسه طلعوا هون ايش هذول؟ خلينا ندور هون. سيلكت فيلد اوبشنال. دراي لحالها بس ولا دراي لابس. اوكي اي دكتور. ايوه اشرف المشكله كانه عندك كل شوي بيفصل النت. سامعني دكتور؟ معلش خليني اسمعك من البرنامج الثاني احسن. طيب اسمعني من البرنامج الثاني. ماشي سامعني هسه من البرنامج الثاني. انت سامعني اشرف؟
الو سامعني اشرف؟ هي ممتاز دكتور، ممتاز ممتاز جدا كويس. انت المفروض انك شايف اللابتوب تبعي او الديسكتوب تبعي، شايف الديسكتوب تبعي؟ ممتاز وشايف الديسكتوب كمان. خلاص طيب، معناته من اول هيك صارت. طيب احنا هيك وين وصلنا من هون اشرف؟ كيف دخلنا هون احنا؟ كيف دخلنا هون؟ دخلنا رحنا على موقع الجامعه، رحنا على المكتبه الالكترونيه واخترنا ابسكو. الو معك. اكتب له محمود. اسمع اشرف، ايش رايك تسمعني انت؟ اوقف الصوت عليك، وهاي محمود بتواصل معك على شو اسمه؟ ما عندي تعرف. بتواصل معك على الشات. اوكي. انت اسمعني اهم، ومحمود بتواصل معك على الشات، اللي يعني اذا في اشي مثلا صار عندك مشكلة محمود بيقول لي. ايوه لانه انا ما بكون شايفك. اوكي. لا خلينا بدي احط ساينس، وبدي احط هون، طلعوا هون بعطيك اوبشنز للفيلدز. شو بعطيك؟ بدك اياها تكست اول تكست، ولا بدك اياها اوثر؟ يعني افرض انه مقالي بتعرف مين الكاتب تاعها، مش شرط تدور باسم المقاله، ممكن تدور باسم الكاتب. هاي حلوه، مؤلف. بالتايتل، ترى في فرق بين التايتل وبين التكست. انت بتعرف هون التكست ايش الفرق بين تكست وتايتل؟ اذا بدك انت عنوان الدراسه في الكلمات المفتاحيه التاليه هون في التكست، اذا كانت هذه الكلمات وارده في التكست في اي مكان. طب هذا يعني بصراحه بصعب علي هيك، مشان هيك بطلع لك بالالاف. فالباحث الجيد هنا بقول لك انا بدي بحث عنوان وكذا. لا ما بزبط، ما هيته حاط لك سيلكت افيلد، شايف؟ اذا ما عملت سيلكت هو بيختار وين ما كان، فهو بيختار اللي هي اول وحده يا عمر، اول وحده هي اول تكست، معناته كل وين ما كان. طبعا خلينا نكمل علينا هذول، شو هن هذول؟ سبجكت حسب الموضوع، اذا بدك على هون السورس حسب المصدر، اذا بدك حسب الابستراكت، بدك حسب الاي اس اس ان اللي هو رقم التصنيف للكتاب او البحث. افرض انك عارف انه هذا المقال منشور في مجله، طبعا في كل مجله محكمه في لها رقم اسمه اي اس بي ان ان، هذا جوا هذا رقم التصنيف الدولي لها. فافرض ان انت بتعرف انه هذه المقاله منشوره في مجله، بس انت مش عارف اسم المجله، بس عارف الكود تاعها، تاخذ الكود بتحطه هون، بتدور لك على هاي المجله. شو معنى السبجكت؟ شو الفرق بينه وبين السبجكت؟ انت هسه لما نقول الموضوع مثلا، تقول الموضوع اللي تبحث عنه ياسمين موضوع مش عنوان. لما تقول انت اتصال التربوي، موضوع الاتصال التربوي. المالتي ميديا، موضوع المالتي ميديا. ايباد هو جهاز اكثر منه، الا اذا حطيته خلينا نقول توظيف التكنولوجيا موضوع يندرج تحته شعب من الموضوعات. يعني بالضبط. يعني انت هسه بتقول ايش الموضوعات اللي تتناولها التربيه؟ تتناول علم النفس، تتناول توظيف التكنولوجيا، تتناول طرق التدريس، التعلم عن بعد، هذه موضوعات. يلا ساينس، وهون حاط لك اند. شوف هاي الرابط يا رحمه، شفتي وين الرابط؟ بدل اند هون تقدر تحطي اور ونط. مش اللي نسد لك اللي هون، ما فيش تحط زائد وبتحط زي جوجل. هيو هون بتدور عليه باند واور ونط. لا هذه قصه، وهي قصه، هذا بحث متخصص عميق، هذاك بحث عام. جوجل بيظلوا بحث عام لانه افيلبل لكل، هون بيظلوا بحث خاص. يلا ندور، معانا اشرف؟ معانا. خلص ساينس ايدوكيشن. بس دكتور،
كيفك ابحث باللي بدك اياه، انا ما اقول، بس انا قاعد بحطه هنا المثال على له. وهون بدك تكتب لابس، لاب يعني هون هاي الكلمات ما اتوقع بتمشي معاي، صح؟ لاب. طب بجوز هو كلمة لاب مش فاهمها محمد، شو بنحط؟ بنحطها كاملة لابراتوري. لاب صح هيك سبيلينج؟ او خليها لاب، لابو. ايوه R A T O هي طلعت لابوراتوريز. ايوه هذا ما بعطيك تصحيحات. اند الثالثه مربوط في الاند والاند، يعني هسه هو بدور على ساينس اند ادوكيشن اند لابوراتوري. انا حطيت اور بدور على هاي او على هاي. صرت انت وسعت البحث هيك، احنا بنعمل ناروينج للبحث مش بنوسع البحث. هو مدام حاطه سيلكت فيلد، مدام حاطه اوبشنال، هو باي ديفولت بدور عليهم كل وين ما كان على كل هذول. لا وين ما كان في العنوان ولا في النص ولا وين ما كان بدور عليه. لسه ما خلصناش، هاي المرحله الاولى، حطينا الكيوردز وحطيناهم رابط اند. الان بدك تنزل تحت السيرش مود بوليان فيز، خلي which ones هذول احنا بدنا يدور وين ما كان. من بصير وين ما كان. الان apply related words حط صح عليها، بدي اياها full text. هاي مش شرطة يعني انت هنا طلعي على اللوح شليها. انت سويت سيرت تستعجليش، ارجعي باك. طولوا بالكم، هسا بدي الفول تكست. ما بدي تطلع لي ابستراكت. خلص الطريقه الاولى هسا. يلا بنروح على سكولاري بير جورنالز. بير يعني محكمه. سكولاري بير، بعدين بتختار المده الزمنيه، بدي اياها من وين؟ مانث، بدي اياها من جانيوري 2009، بكتب هون 2009 لحد ديسمبر 2013. طب مو لسه ما جاش ديسمبر، شو المشكلة؟ حطها، بدي لنهاية 2013 انا بغض النظر. يعني نعم حطي افيلبل، يعني المراجع موجودة. خلص بكفي هذولا، هاي references available. PDF full text حط عليها صح. طب ليش PDF full text؟ لأنه في مرات بطلع لك يا full text بس معطوطة على HTML full text أو Word full text، غالبا Word لا HTML أو PDF، هم بهيك بطلعوها. خلص خلصنا الفيلم هذا كلياته. ليش؟ هيا تحت يا جماعة. لا طالعة، لا طالعة، لا بتطلع، شد حيلك شوي لتحت بتطلع. اي تايتل؟ وش تايتل؟ هاي اللي هي مكتوبة limit your results، limit your results. طلعي كيف؟ مش انت سويت الكيوردز فوق؟ في عندك السيرش اوبشنز، هيا تحت طلع من فوقها. انا بديت هون، مش بديت هون؟ انزلي تحت سيرش اوبشنز، تحتيها فول تكست وهذول الشغلات كلهم عبيت انا من هون. خلصنا هالكلام هذا، شو بنعمل؟ سيرش. مدام كتب، مدام بدك، لا مو شرط، مو شرط تحبيهم كلهم، لا مو شرط، ممكن تحطي واحدة أو ثنتين بس. لا أنا قصدي، هي قصدها إنه لازم كل آند أحط عليها، لا مو شرط، يعني ممكن آند تكون فاضي ما فيها شيء، ممكن آند تكون فاضي.
طبعا هو قديش طلع عليه يا جماعة؟ كم مقالي طلع عليه؟ كم واحد يطلع عليه؟ طلع عليه 1700 results. هيا اقرأ هون على الشمال، طلع لي 1700 ريزلت. معناته في شيء مستحيل طبعا، في شيء غلط يا ياسمين. راجعي، روحي راجعي على الكيوردز اللي كتبتيها، راجعي سبيلينج، ترى سبيلينج غلط يا جماعه، ما بصلح سبيلينج. اذا سبيلينج غلط ما بصلح سبيلينج. افصليها، سبيلينج لازم يكون صح 100%. طيب الان انت طبعا واضح انه انت بتقدر تعمل اورجنايزيشن للشغل انه باي ديت، بدي الاحدث اول بعدين القديم مثلا. هو اصلا من البدايه كان في الاوبشنز اصلا انه يطلع لك الريزلتس انه باي، بس هي موجوده، هي موجوده. هو عاده بيطلع الاحدث ثم الاقدم عاده هيك. بس احنا لو نطلع عليها هاي مثلا المقال الاولاني، مظبوط. Scientific inquiry in the ish genetics laboratory. Biologist and university science teacher. احنا في فبراير 2012. صح؟ 2012. احنا عندنا 13 ممتاز. حسب، اذا شوف كيف تغيير الكيورد هذا عمر بدلنا على انه اذا غيرت الكيوردز ممكن تطلع بنتائج مختلفة. فاللي مفكرين انه الشغلة ماشية مرقة هيك، بفوت لي 5 دقائق بكتب لي كلمتين بطلع لي كم من بحث وضلني طالع، هذا الحكي ما بيمشي. بعدين مش كل الابحاث اللي موجوده هنا ممكن تكون ريليتد 100% للموضوع اللي انا بدي اياه. وطبعا بتقدر تعمل تشينجينج للاشياء من وين؟ من هون. هون اسهل دكتور حسين. انت لازم تعرف الطريقتين. يعني انا طلعت 1700 كويس؟ الان ال 1700 بدي اختصرهم. بزيد الشروط. لا مو شرط. لا. يعني كلمة واحدة بتعرفي أنت لما تعملي كلمة واحدة شو بيسوي لك؟ بيطلع لك آلاف. يعني حط إيدوكيشن، جربيها أنت، حط إيدوكيشن لحالها. بعدين حط تكنولوجي لحالها. بعدين حط إيدوكيشنال تكنولوجي. بيحصر، بصير يحصر. أنا شو بدي؟ بدي أحصر ولا بدي أزيد؟ أنا بدي أحصر. بعدين هنا بتيجي النقطة الثانية يا جماعة، بتيجي النقطة الثانية المهمة. طلعت الأبحاث، طب مين منها بدي أختار أنا؟ أيوة، مين منها بدي أختار؟ قبل ما أختار واضغط على الفول تكست عشان نعمل له داونلود. قبل ما أعمل هيك لازم أطلع على الأبستراكت تاعتها. كاتبين وين الأبستراكت؟ ما في أبستراكت، وينها؟ بيطلع لك السايتيشن تاعها، بسموه سايتيشن، يعني التوثيق تاعها. وهي الطريقه اللي بنوثق فيها الابحاث ترى، مظبوط ولا لا؟ يعني كلام علمي هذا، مش كلام بعدين بجمعهم فولدر، بتحطهم في مكان واحد، وبعدين بتروح بتتفرج فيهم على مهلك عشان تعرف كل واحد شو قصته، وبتقراه بعمق اكثر. هذه النقطة اللي احنا بنعملها عشان نعمل مراجعة للأدب السابق، عشان نعرف البحث العلمي في هذا المجال وين وصل، عن ايش أحدث الأبحاث تكلمت. كل هذا من وين بنجيبه؟ من المكاتب الإلكترونية. هذه خدمة عظيمة صراحة. هاي بس تحرك الماوس، شايفي هاي؟ جنب العنوان، جنب التايتل. لو ضغطتي على التايتل، ما هو بيعمل لك اوبن بيج جديد. بديش اعمل اوبن بيج، بديش اعمل براوزر جديد، بدي انا اضلني ان ذا سيم بيج، لانه بجوز بدي اروح اعمل استعراض لباقي الابحاث. بدنا نتفرج بالاول. الان بعد ما نتفرج ونخلص شو بنعمل يا عمر؟ نعمل داونلود، بننزل المقاله. انا بديش تعمل لي سنت تو ايميل، انا بدي تروح تودي لي على موقع اداره التعلم هسه. ما بعرف، دبر حالك هسه، دبر انت شوف وين بروح. نزلوها عندكم على الديسكتوب تاعكم، ودوا لي اياها على
على الامس. يلا هاي المهمه، اختاروا ثلاث مقالات عن الموضوع. ثلاث مقالات من الامس. بس اعطينا وقت دكتور، انا طاير. بقول لك يلا اشتغلوا. طيب دكتور انت بدك، انا بدي مثلا اختار هاي المقاله صفحات معينه. لا لا ما حكيت، ما حكيت. انا جيبي لي المقاله نفسها ودي لي اياها. هن غالبا بتكون ماكسيمم 15 صفحه. في هذول طبعا حسب شروط النشر في المجله. شوف لي اشرف لا يكون انتهى معنا. موجود اشرف، قول له سامع يا اشرف. انو مجله؟ طلعي كيف طلع، بس عشان اوريكم الفكره. طلعي على اللوح ايش العنوان، التايتل increasing scientific literacy about global climate change through a laboratory based feminist science course. كويس. الان الاوثرز جورج ليندا، هو اسمه اسمها ليندا، هي ليندا جورج، هو اسم بنت يا مش واحد. وفي كمان واحد اللي هو مين، جونا اسمها، او جونا اللي هو السورس، هذا هو المصدر اللي انت جبت منه بالضبط. جورنال اوف كوليدج ساينس تيتشينج، هاي اسم المجله، هاي اللي بتنحط في التوثيق ايتاليك او بتنحط بولد. متى الديت تاعها؟ 2010. الببليكيشن تايب اكاديميك جورنال. السبجكت هاي يا عمر، السبجكت شايف شو السبجكت وين حطها؟ فيمينيزم اللي هي ايش؟ فيمينيزم ايش هي؟ فيمينيزم هاي حاط لي بالموضوع. فيمينيزم ايش الفيمينيزم هاي؟ هاي شو معناها؟ شو بده؟ ليش حاطه كي وورد؟ اقرا فوق، اقرا العنوان فوق، لانه الكورس مصمم للاناث، فهذا من ضمن حركه الجندرة. فهذا البحث ممكن واحد بدور على الجندر بلاقيه. مع انه بتكلم عن اللابس تاعات الساينس، يعني عرفت كيف؟ هذا من حركه الجندر. دكتور مصطلح جندر هاي يعني شوف حاطه وين، حاطه بالاول، معناته هم عاملين البحث انا من قبل ما اقراه، ولا قال الابستراكت ولا بعرف شو جواته، بس هذول توجههم بتكلموا عن الجندر بالضبط، انه هل الاناث ماخذات حقهم بتعلموا بشكل افضل من الذكور ولا لا، يعني او بجوز شرط مقارنه. اختاري ثلاث انت على ذوقك. المره هاي انت مخيره، ما في عندي شروط، لكن المره الجاي بدنا نعمل اشي اقوى من هيك، انه نختار موضوع، انت تختاري توبيك هيك وتروحي تقولي لي ريبورت صغير، البحث العلمي في هذا المجال الى اين يتجه. طيب هلا ايش ببعث لك هاي؟ لا بدي هاي. طلعي شو بدك تبعثي لي، بدك تعملي الى البي دي اف الفول تكست. حي الله ثلاث، حي الله ثلاث. لا مش عادي، بدك تلتزمي باللي قالوا. ستي بدي اسمع ديانا. باي فيلد بدك اياه؟ انا هون مخيركم. اختاري اي 3 ارتكلز اللي بدك اياهم، وارسلي لي اياهم على موقع اداره التعلم على مكان تسليم النشاط هذا. يس. بدي الثلاثه ريليتد لنفس الموضوع. لا لا بس خلينا ريليتد لنفس الموضوع عشان نكون ايش؟ يعني مكان واحد. كل ما ابعد احسن. طيب ها هو انا صوتي عالي خلقه اصلا. طيب بدي اغير انا يا جماعه. شوف طلع بس ضغطت على الفول تكست، طلع شو عمل لي؟ عمل لي لودينج، فتح لي اياه بسيفه. ايوه وشو بسوي فيه؟ طبعا هون بتقدر تعمل له شيرنج، طلعه هون تقدر تعمل له شيرنج، يا اما فاي ايش؟ ايميل، فولدر تخزنه على فولدر، تختار الفولدر اللي بدك اياها، ممكن تكون على الديسكتوب تاعك بدل ما اقعد اخزن فيه انا مش داري وين حطيتهن. وبعدين في عندك هون ايش؟ سايت دكتور دي على سايت معين. دكتور
لا في مكان لليوم للأسبوع هذا حاطط رابط مكتوب هيك أيوة. وفي عنا بنش مارك بس ما بدك تخزنها، بدك تعمل عليها زي علامة إنه فيما بعد ترجع لها. وفي عندك اللي هي هنا في عندك بلس بوك ماركت أوكي أيوة أيوة. وبتسيفه من هون، تعمل له سيفينج، بتحطها وين؟ على الديسكتوب تاعك. طبعا لاحظوا انه هو بحطها ايش؟ بحطها نمبر، هذا النمبر عنده هو، بيعرف شو هذا النمبر. انت غيريه طبعا، هو الصح انك تغيريه، ما تخليهوش نمبر. وبعدين شو بتسوي بس تخلص هذا الفيلم كلياته؟ بتروح وين؟ على موقع إدارة التعلم تبعنا اللي هو موقع إدارة التعلم. بنروح وين؟ على الكورس تاعنا اللي بتكون مفتوحة ما لنا شغل فيها. بنروح على الانترنت اللي هي تاعتنا مادتنا application in education، هنعمل ignore هون. بنروح على اسبوعنا اليوم في تسليم الابحاث المطلوبة في ورقة العمل، هذا هي. وعادي بتعملوا لها upload وترسلوا لي اياها. yes now. شوفوا اللي بدي افهمكم اياه في هذه النقطة، اللي بدي افهمكم اياه في هذه النقطة انه عملية البحث هذه والان ولو انها اصبحت مريحة وسهلة الا انها لازالت صعبة. كيف صعبة؟ صعبة لانك انت حتى توصل للي بدك اياه اكزاكت اللي بدك اياه بدك وقت وانت تدور. يعني بالعربي اللي بيقعدلوش 4-5 ساعات وهو يدور في النت بهذه الطريقة بصراحة كبحث علمي ينسى. يعني اللي مفكر يعمل رسائل ويشتغل بالرسائل ويشتغل في الأبحاث العلمية إذا ما بيسخرش وقت ما لا يقل في القعدة الواحدة عن 3-4 ساعات وهو يدور على أبحاث وأفكار من هذا الموضوع، يعني بصراحة هو بعيد جدا عن البحث العلمي. بعدلو لك لا شوفي الماستر او انا برجع بعيد كلام دكتور محمد طوالبي وببصم معاه بالعشرة عليه، الرسالة افضل والشامل اسهل. الاسهل الشامل، الافضل الرسالة. لكن الرسالة بتاخذ وقت، بتاخذ جهد، بتطلع واحد متدرب على البحث بعيش مرحلة البحث صحيح. وبعدين احنا بصراحة يعني ما راح نكون سهلين مع الطلبة اللي بدهم يدخلوا رسالة، يعني راح نكون صعبين معاهم، مش صعبين تعنت، صعبين يعني بحق، يعني بدنا نطلع اشي كويس. لا ابدا ولا هون لا مو صحيح، ما تردي عليهم. انا زميلي زياد النمراوي خلص من جامعه اليرموك شامل وكمل دكتوراه معانا في الاردنيه، وهي دكتور في جامعه الزيتونه، ما في منه الحكي هذا، لا ترديش. مسير جرب غيره. مرات بيكون معلق، مرات بيكون يعني مش شرط يفتح، يعني صعبه مش معطينا كل معلم انت صرت فيها. طب كويس. طبعا يا جماعه اليه البحث اللي سويناها في الابسكو نفسها موجوده في امرل، ترى نفسها موجودة في أي سيرش انجن تقريبا. لو شفتوا ذيك المرة في جوجل كان موجود فيها إشي مثل هيك، صح مختلف شوي لكنه هذا نسميه بحث عميق، بحث متخصص. نعم. لا انت دخلتي على البي دي اف هون، طلعي هون ضغطي على هاي البي دي اف اللي هون مكتوبة فول تكست. لا كيف مش طالع عندك؟ معناته انت لما اخترتي ما اخترتيش الفول تكست. خلصتوا لنا اياه هذا؟ خلص الواجب. كويس. ممتاز محمد. 5 علامات زيادة.
طب كيف بدنا نرجع ندور على شيء ثاني؟ وين؟ مش شايف أنا، مش عارف كيف. أرجع. شوف ريفاين سيرش طلع هنا، في عندكم هنا طلع في كلمات طالعة، في عندك ريزلت ليست، ما حدش يرجع على الباك هاي، يعني أنا ما بحباش أشغل الباك. رحمة ركزوا معاي، ما حدش يرجع على الباك، أنت من نفس المنيو طلع هون ريزلت ليست، برجعك على القائمة، بدك تعمل ريفاين سيرش، افرضك تريد تعمل تعدل أشياء على السيرش ساعك، بدك تعمل داونلود بي دي اف، يعني مرات برضاش يفتح معاك مثلا كامل، اعمل له داونلود بينزل عندك تفتحه بعدين. اذا خلينا نرجع على السير على الريزلت ليست، خلينا ندور معاك ياسمين، خلينا نساعدك نغششك. ايش اللي بدك تدوري عليه؟ يلا دوروا معاها يا جماعه على education educational communication educational communication. لا لا انا مختار لك، عندي واحد مطلع، انا عامل الواجب. مش شرط يعني. طيب انت اخترتيها حطيت لي اياها. رحمه حطيت لي اياها المقاله educational. بدنا ندور مره ثانيه بس communication. ومنها بتتعلموا انجليزي يعني كويس، بصير سبيلنج عندكم كويس، تعلم الواحد هالشغلات هاي. وحاطط لسه الشروط ما غيرتها انا، الفول تكست ومش عارف ايش ما غيرتنش، فراح يظلوا يبحث في نفس الاطار اللي انا كنت ساوي فيه، بعمل سيرتش. طبعا هاي اول واحد يطلعوا كيف طالع شكلها. هاي مش انجليزي. طبعا في عندنا في الاوبشنز، في الريفاين اوبشنز، انك انت ايوه تركز على الاجنبي بس، مثلا اللغه الانجليزيه، بديش انا غير لغه انجليزيه مثلا. قديش طلع لك؟ بتقولي ما طلعش، هي 3373. كثير. طيب ديفلوبمنتال كوميونيكيشن لايف اكسبيرينس، بس هون بدك زي ما بيحكوا بدك تكوني رايقه وتقعد تطلع عليها. طبعا لاحظوا انه هون في شغله مهمه جدا بالنسبه للسايتيشن، طلع هون عامل لك ايش؟ باي كذا، هاي اسم المؤلف كويس، فوليوم 43 ايشو 4 بيج كذا. هذا ايش هذا؟ هذا التوثيق اللي بدك توثقه لما اذا اخذت من هذا البحث شيء او قراته واعتمدت عليه علشان تعتبره كمرجع لك من المراجع اللي استخدمتها، شو بتعمل؟ بتوثق من هون. ما فيش صوت؟ ليش؟ الو؟ ايوه اشرف سامعني هسه؟ ليش وقف الصوت؟ صح كلامك. هسه طلع صوت، هسه طلع صوت. سكتوا عندك عمر سكت، هسه سامعني احكي له؟ خالص ممتاز. لاحظوا انه في ابحاث هنا طالعه مثلا مش بالانجليزي، بنقدر نعمل ريفاي. شوفي هاي مثلا teacher and students views of educational technology in Saudi Arabia، شفت طلعناها مثلا. لا مثلا يعني هذا بحث يعني هاي ممكن تكون يعني ريليتد للموضوع 2011 هاي. بس هذا يا جماعه بعطيكم تصور كم حجم المعرفة اللي تنتج في كل لحظة. خيال. سؤال، احنا ابحاثنا وين من هذه الابحاث؟ اين نحن؟ ليش مش اسماءنا اللي موجودة هون؟ مين مانعنا؟ انا بقول لك شو اللي مانعنا. اللي مانعنا انه احنا صراحة ما بنعمل البحث الصحيح بالصورة الجدية. فاللي بده يوصل ابحاثه لهذا المستوى ويطلعها هون عشان تصير سيرشبل على قواعد بيانات محترمه، لابد يمشي بالاجراء الحقيقي. لا تتوقع وانت بطالب ماجستير وطالب دكتوراه وحتى دكتور باول 5 سنوات انك توصل لهذه المرحله. هذه مرحله طويله عبين ما يوصلوا لها، بدها جهد، بدها تعب، بدها كفاح وصبر حتى توصلها.
يعني احنا لسه ما وصلنا لها صراحه، قاعدين نتعلم نوصلها، نتعلم ان نوصلها. لكن هذه بدها شروطها، انه يكون في عندك عقليه متقده، جلد ومثابره حتى توصل لهذه المرحله، والا لن تصل. العقليه اللي تنتهي مبنيه على معلومات، نقرا هاي المعلومات موجوده، اقرا، مين مانعك تقرا؟ الوقت. اوكي، احنا دائما مشغولين، مشغولين بايش مش عارف، بس مشغولين. طبعا بدك تعمل سيرش جديد، بترد تعمل نيو سيرش. بس انا بدي اوريكم كمان شغله اضافيه، مش شرط نطبقها، مش شرط نطبقها. في عندنا هون شيء اسمه فيجوال سيرش، شايفين كلمه فيجوال سيرش؟ بس رجعت على الهوم بيج تبعت الايبسكو بيطلع لي الفيجوال سيرش. في الفيجوال سيرش لما تعمل انت سيرش هون بيطلع لك باي سبجكت، شايف؟ يعني بعد ما يطلع السيرش بدك تحزمه عن طريق مثلا مجموعات حسب الموضوع، حسب خلينا نعمل، شوف مش فاهمينه، خلينا مش على ادفانس سيرش، خلينا مش على ادفانس سيرش، خلينا نعمل سيرش عادي. مثلا على ايش بدنا نعمل؟ شيء ما دورناش، لا ارجع سيرش نيو سيرش جديد. هي هيك طالع عندك؟ لا. طيب اذا مش طالع عندك هنا، مش طالع عندك هنا، ايوه لا المفروض تكون طالعة لحالها، هي بتطلع لحالها باي ديفولت، هاي هاي بتطلع باي ديفولت. مين مش طالع عنده جماعة هاي؟ لا سيرش اوبشنز، ما بدنا سيرش اوبشنز احنا من هنا. هاي هاي شوف هنا، يزن يزن شايفها فيجوال سيرش هاي، اضغط عليها إذا زرقاء عندك اعمل اضغط عليها. الأسود معناته لازم تكون مبينة، لازم تكون شغالة. أنا بقول لك شغلة، ممكن يكون بدها فلاش بلاير، يكون أنت عندك فلاش بلاير مش شغال، انتظر شوي. طيب مش قضية، الآن خلينا ندور على إشي. إيش على إيش ندور؟ إيش بكون ندور؟ على إيش ندور؟ ديستانس ليرنينج. ديستانس ليرنينج كلمتين بس. بصير اللي بدك اياه اكتبي زي ما انت بتشوفي مناسب، اعمل سيرش. هسه باجي كذا اشوف شو المشكله اللي عندك. شوف عندك هيك قاعد اعمل لك، بعمل سيرش، خليك تطلع الشكل هون. مش مبينة عندكم 90% انه في بلاير ناقص، يا فلاش بلاير يا شكويف يكون مش نازل. على العموم لا ارتستير ما بده فلاش بلاير. طب ليه عندي لابتوب ما بفتح؟ لا بفتح، كيف ما بفتح؟ يعني عندي من اللابتوب
من اللابتوب في مشكلة معناته في اللابتوب. نزلتيه عندك؟ نزلتيه؟ هسه بشوفه هلا. هون وين الابحاث؟ طيب طلعوا معي بس. هيهم الابحاث. طبعا هون بتقدر جروب ريزلتس باي سبجكت مثلا، جروب ريزلتس باي او سورت ذم باي ريليفنس، يعني اقرب للموضوع. غير التاريخ، طلع كيف؟ تقدر بس من هون هيك تيجي تعمل هيك، يعني اتس ايزي. ديسبلاي ستايل، كيف بدك يطلع الشكل الستايل تاعه. طبعا هون بعطيك اياهم بالطريقه هذه. طيب الان انت بدك ديستنس ادكيشن، اعمل كليك هيك بيطلع لك ليرنينج، بتختار في ثلاث ابحاث على الموضوع. طب وين هو البحث؟ انا بدي البحث، بدي هذا البحث مثلا، بدي هذا البحث، اعمل كليك عليه طلع لك المعلومات الرئيسيه تبعته. عجبني بعمل شو مور، بيطلع لك فول تكست. اياته بيطلع لك في شيء بشراء، في شيء لا، هذا فري. لا لا مش كل شيء فري. نعم. شرط انا يعني على اي موضوع. اختاريه، ما زعلان يعني. ليش انت يعني؟ انا مش هدفي اني اكلفك بشغل مره ثانيه، خلاص مش انت ترستت في الموضوع، اذا هو موضوعك هذا، انا بدي اكتب هذا فيه. طيب هسيات للمره القادمه يا جماعه، للمره القادمه، المره القادمه بدنا منكم شغله اللي هو تسوونا بالاسلوب هذا، انه كل واحد فيكم يختار موضوع هيك في راسه اللي بده اياه، اي موضوع بحبه، اي موضوع بحبه، ويعمل لي ريبورت بصفحه واحده، صفحه واحده ايش مكتوب فيه الاتجاه البحثي في الموضوع اللي انت سويته، يعني الناس الباحثين، الباحثين في هذا المجال انا ايش ببحثوا، شو عناوين موضوعاتهم. هذا ما بحتاج قراءات، ما بحتاج قراءات، عفوا ما بدك تقرا البحث، ممكن تعمل بالتايتلز بس على الموضوع اللي انت بتحبه. مثلا انت ايش بدك تدور على الديستنس ليرنينج، مثلا بدك تدور على الفيرتشوال لابس، بدك تدور على الدايناميك سوفت وير، بدك تدور على مثلا تيتشنج ماث، اللي بدك اياه. دورت على الموضوع، طيب ايش احدث الابحاث اللي تكلمت في هذا الموضوع مثلا اخر سنتين او اخر سنه؟ من دور من العنوان مباشره، بنقول انه الابحاث في هذا المجال متجهه نحو موضوع الساعة، سموه الهوت بوينتس، الفوكال بوينتس. دور لي على ايش بتدور الناس، على ايش قاعد تبحث هالسايات. لازم اللي ارسلنا لك اليوم نزل الورقه هاي فيهم، يعني لا 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 اي موضوع، ما احنا ما في عندنا هون قيود، مش قاعدين بنقول لك روحي سوي لي. انا مش موضوعي مثلا الديستنس ليرنينج، مش موضوع الديستنس ليرنينج موضوعي، ابحث انت في الموضوع هذا. زي نوع من براكتس على انه انت كيف تدور على مقالات في موضوع معين، وبنفس الوقت كيف تعمل نروينج للسيرش تاعك، كيف تروح. وهذا هو توظيف للانترنت في الادوكيشن. احنا شو اسم مادتنا؟ انترنت ابلكيشنز ان ادوكيشن. هذا ابلكيشن قوي جدا، من الابلكيشنز الممتازه جدا في الادوكيشن. انت طلعت الدراسات اللي هسه معاي هنا، ابعت لي اياهن على الرابط، في عندي رابط هنا هياته. هيو تسليم الابحاث المطلوبه على ورقه العمل، بس تسليمهم بس ولا شيء. المحاضره الجاي هذا في البيت، انتوا لحالكم هيك، اقعد لك شوي عشان تتسلى على تدخل على المكتبه الالكترونيه تتعلم كيف تسوي. بعمل لكم الاسبوع الجاي رابط لها، وهسه بعمل لكم اياه الرابط. لو ايش الاسبوع الجاي؟ ها هياته. ها صفحة واحدة، اختار موضوع بالأول، أنت اللي بتحبه، اللي بدي أحكي عنه، اللي بتحبه، أي موضوع بتحبه. بالضبط. الموضوع هذا هيك، أنا بدي ترتب لي المقال بشكل التالي. بدك تقول إنه الاتجاه البحثي في هذا الموضوع نحو كذا. كيف عرفت إنه الاتجاه البحثي نحو كذا؟
يعني هون نقول بدي أسميه الواجب التوجهات البحثية. التوجهات البحثية في مجال محدد. أرجو هنا المطلوب عشان ما ننساش، المطلوب إجراء بحث في المكتبة الإلكترونية، ما بدي أقيدكم ولا بمكان، في المكتبة الإلكترونية يعني على وين، على بدي بسكو إمرل بروكويست اللي بدكم إياه، مش قضية. كويس، المطلوب إجراء بحث في المكتبة الإلكترونية عن موضوع، طبعا موضوع خلنا نقول مشان إحنا تكنولوجيا، موضوع محدد في تكنولوجيا التعليم، في تكنولوجيا التعليم، مش مناش يعني برضو نكون مفتوحين كثير على الفاضي. كويس، في تكنولوجيا التعليم، وأن وتقرأ ملخصات عدد من تلك، هذا القراءة لك أنت وضميرك عاد تقرأ ولا كيفك، صح ولا لا؟ بس بالعادة لازم تقرأ، وتقرأ ملخصات عدد من تلك ملخص تلك الأبحاث. كويس، ومن ثم تكتب تقريرا لا يتجاوز صفحة واحدة، طبعا مطبوعة طباعة، يعني صفحة قصنا طباعة، طبعا احنا دائما لما نقول يا جماعة الطباعة عربي بكون سيمبليفايد عربي خط 14، يعني مش الصفحة واحد، يعني بس يكبر لي بالخط عشان يبين انه كذا بصفحة، وخلي تباعد الاسطر سينجل. سينجل لا لا خليه سينجل احسن، سينجل ويكون 14 الخط 14. الان شو بك تكتب في الصفحة هاي؟ الاستنتاج اللي طلعته منه. طيب بلس يعني مع هذا الشيء، انت كيف توصلت لهاي النتيجة انه توجه البحثي ماشي على هذا المكان؟ كيف عرفت؟ شو عرفك؟ أعطيني مبررات وضمن التقدير إيش الإجراء اللي أنت سويته كيف توصلت لهذه النتيجة يعني؟ أقل فقرة إنه الاتجاه البحثي في هذا المجال، ما أنت هنا أنت عادة مثل ما بقول كل من قرأ أكثر كل ما الهدف، الهدف من الموضوع إنك تعمل السيرش وتعملي تلخيص زي حوصلة، مش تلخيص، أنا ما قلت لك اعملي تلخيص تسلمينية، ما بدي التلخيص، أنا قلت لخصة إليك أنا ما لي علاقة في التلخيص، بس أنت بتتعلمي من هاي عملية التصنيف. أنا مثلا اطلعت على 20 بحث مثلا، طلعت على كذا بحث، ممكن لا مش شرط يعني بهالحدة هاي، قول اطلعت على الأبحاث اللي نشرت آخر سنة 2012، كويس، وكان عددها هالقد في الموضوع الفلاني، كويس، واغلب العناوين كانت تركز على 1 2 3، مش معقول كلها تكون نفس العنوان، فيها نوع من التصنيف هنا، صح ولا لا؟ يعني انا ممكن اقرا او اطلع انه السيرش طلع لي مثلا 50 بحث، طب ايش عناوين ال 50 بحث كانت؟ شو الموضوعات اللي كانوا ركزوا عليها؟ 1 2 3. ترى هذا خطوه اساسيه في الادب السابق، اللي بده يتعلم على الادب السابق لازم يعمل عمليه تصنيف كمان، مش بس قراءه وتجميع. يعني اذا تجمعت ابحاث لا يعني انك انت سويت ادب سابق، الادب السابق في عمليه تفكير، اللي هو بعد ما قرات وطلعت الناس وسوت، شو بدك تعمل لي؟ تعمل لي تصنيفات، تقول لي هذول بيعملين هيك، هذول بيعملين هيك، هذول بيعملين هيك. ايوه، قول انا اخترت المجال الفلاني، طلعت في سنه 2012 لقيت القد بحث على الموضوع، يعني لا بس 2012 2012 عددهم القد. طيب وهذه الابحاث كانت عناوينها تصنف ضمن المجالات التالي، مجال 2 3، وبعدين ايش بدك تسوي بعد هيك؟ عددهم كمان ممكن تحطي عددهم، يعني بعدين تعطيني انت كيف استنتجت
انه توجه البحثي بهذه الطريقة، كيف يعني ايش اللي خلاك تصنف بالطريقة اللي انت صنفت فيها؟ من اي ناحية؟ انت مش عملت التصنيف بس لو انه نفس الابحاث طلعنا عليها ثلاثة احنا كلنا بنعمل نفس التصنيف على الابحاث، ولكل واحد له زاوية بنظر منها. اكيد واحدة انت الزاوية اللي نظرتي منها شو هي؟ الزاوية لا لا الابحاث هذول لا مش الثلاثة، انا بحكي كلهم بشكل عام لما نظرتي لهم هيك انت كيف عرفتي انك تصنفي بهالطريقة هاي؟ ليش صنفتي بالطريقة هاي؟ هذا إلك شخصي. ليش قررت انه يطلعوا هيك؟ فعملية تفكيرية هاي مش وبعدين اوبن مش يعني في جواب محدد، ما في جواب محدد اجتهادية بعدين. اه اه نعم اها يعني شيء معين لانه في تمويل يا سيدي احنا ما هو مثل ما قال عمر احنا شو بعرفنا يعني هسه مين بيقدر يجاوبني الابحاث مثلا في الفيرتشوال لابس بتجي ناحيه ايش انا بعرفش في الدايناميك سوفت وير انا اشتغلت على الدايناميك سوفت وير كذا بحث لكن انا ما بعرف الان العالم وين وصلت في الدايناميك سوفت وير لازم اعمل سيرش وأقرأ وصنف وكذا حتى أستطيع أني أقرر والله أعمل بحث وحتى أقدر أقول بعدين أنه هذا البحث أصيل جديد في إضافة علمية ولا لا ميفلك. يلا صفحة واحدة مطبوعة صفحة واحدة مطبوعة يوضح فيها عدد أو شيء يوضح فيها الموضوع الذي اخترته عدد الأبحاث في سنة واحدة ولتكن 2012 يعني احنا بدنا ناخذ بس آخر سنة بس كويس بس 2012 لحالها حطي من 2012 لا لا جانيوري 2013 جانيوري 2012 لجانيوري 2013 او لديسمبر 2012 بصير كويس عدد الابحاث في سنه واحده يعني لما اقول كيف بدنا نعمل سنه واحده 2012 بتقول جانيوري 2012 التايم لعند وين مثلا ديسمبر 2012 او جانيوري 2013 مثلا عدد الابحاث في سنه واحده وطريقتك في تصنيف هذا عن منتدى لا مش منتدى ما بدي منتدى هذا انت زي اسايمنت زي اسايمنت ريبورت يعني زي ما حكت زميلتكم يعني هو صفحه انا بقول لك على اقصى حد صفحه يمكن اقل بجوز يطلع نص صفحه بعد ما تطبع وكذا هاي بخلي لكم اياه لقديش ل 20 مارس 20 مارس شوف اذا نويت تشتغلوا بتخلصوا بسرعه ما بده يجي بعد دكتور هذا اللي اول 15 3 20 خلينا هو دكتور يعني معدل القراءات قد ايه يعني مناسب تقريبا لا لا هو هاي يعني شوفي دائما دائما هاي تعلموها منه كيف يعني انا هيك بسوي بعرفش يعني هو صح ولا لا لكن بتوقع انه دائما الناس لما بتيجي بتبحث ما بنبلش احنا بس بنطلع هالابحاث وبنصير نقرا كل شيء كل شيء بنقرا ما بنفعش هذا الحكي العاده بنعمل عمليه سكان السكان هذا هو اللي انا طلبته منكم احنا بس مجرد سكان فانت ممكن تقرا العنوان وتفهميه وذاتس ات ممكن انا اقرا العنوان ما فهموش اقرا الابستراكت عشان اخذ تصور هو شو عمل مثلا فبهاي الطريقة أنا ممكن أقرأ 50 بحث بساعة مش قراءة أنا ما قرأتهم بس سكان أنا مريت عليهم مرور سريع أخذت تصور هالعالم وين بتشتغل ذات ست هذا اللي بدي إياه فهو شغلي مش صعب كثير لكنه نوع من الممارسة على البحث أكثر من مرة يعني كأنك بتتعرض للموقف عدة مرات ممكن انت تعمل وان سيرش وذات سيت وخلاص وتشتغل على اللي موجود
بس احنا هاي مره اخذناها واجب في طرق الرياضيات دكتوره امل خصاوني عملت لنا مثل هيك، بس كنا نروح ندور على ورق، امسك الجيرنلز افتح الجيرنلز بعدين على التكست بوكس بعدين على مش عارف ايش كلياته ما في اونلاين. شوف قديش كانت المعاناه. يعني احكي لي انت العالم في البحث في الرياضيات على ايش بتبحث؟ شو المشاكل اللي موجوده في البحث تمنهم يدوروا؟ طبعا ما في بحث بدون مشكله، ما في بحث بدون مشكله، اذا احنا بدنا مشكل. فشوف المعاناه. نرجع لك عليها هاي ست يا ياسمين. الطريقه الثانيه اني انا بروح على ايش؟ على مش على ادفانس سيرش، بروح على البيسك سيرش العادي. البيسك سيرش العادي بيطلع لك هنا، لا هو بدون بيسك سوري مش البيسك، احنا بنطلع على الفيجوال هون شفت الفيجوال سيرش على البيسك وبختار فيجوال سيرش. هلا عند الشباب هون في منهم ما بينت هاي الاشياء، ما بينت هاي الاشياء، بتوقع انه هاي بدها فلاش، بدها فلاش بلاير وشوك ويف يكون نازل، اذا نازل بفتح ما في مشكله. بتعمل سيرش عادي، بتحط هون الكيوردز اللي بدك اياهم وبتعمل سيرش. يعني مثلا انا بدي ادور على مثلا ماث سوري سوري ماث education. شوف عمر مثلا الماث توبك، الماث توبك اوكي، بدي اختار مثلا انه يكون فول تكست كويس، يعني بختار من هون انه سيمبلي، بقول له سيرش. معي ياسمين؟ الان لما تختار السيرش هون تقدر تعمل فلتر باي ذا تايم، طلع لك بس تعملي هون ريزلتس باي ذا تايم، تمسكي هاي وزغريها شوي. بدي اياه من 2011 ل 2012 بس. شو كيف عملتها فيجوال. بس تخلصي من هاي الشغله، هو شو بعطيكي هون؟ بعطيكي شو الريزلتس اللي طلعوا 16 ريزلت على الموضوع هذا. الان طب هذا البحث بدي اشوفه، كليك عليه بيطلع لك اللي هو السايتيشن تاعه، هاي الابستراكت وهاي مش عارف ايش وكذا، بدي اشوف البحث كله مور، بدي اعمل له داونلود فول تكست. بس هذا كل القصه تبعتنا. difficult easy very easy مش easy very very easy. اتوقع هذا الواجب كلكم وديتوه خلاص ولا لا؟ وديه. طيب على مهلك لعد هياته التسليم، هذا مفتوح يعني مش ديدلاين، مالوش ديدلاين تسليم الابحاث اللي انا مودين عندي، انا مشان هذا اعرف الغياب، هيك بعرف الغياب انا، اللي بوداش بقى غايب. خلينا نشوف اشرف ودى ولا ما ودى. متاكد؟ ياسمين لسه ما ودتش. هاي عندنا ديانا موجوده واشرف لسه مش مودة. اقول له وينك يا اشرف؟ رولا وين رولا؟ ومحمود وسوسن. سوسن شو مودتيهن؟ فايل مضغوط؟ ويزن ورحمه وهلا. هلا مش مودي لانها مش موجوده صح؟ هلا غايبه لانها. عمر مودي، وهاي عندنا اسماء وعندنا محمد. بيرفكت، هيك احنا اخذنا الغياب. مضبوط ولا لا؟ اخذنا الغياب. طيب الان ننتقل على المرحله الثانيه. خلصنا البحث، بحث المكتبات انتهى. يعني انا مش راح اقول اكثر من هيك، لكن انتم اللي بيحدوا حب استطلاع في عندنا على الويب سايت اعطيكم اياها، ستودنتس هيلب ستودنتس، في كيف تبحث على الاميرال بنفس الطريقه. اني ترى يعني اللي بيحب لا ممكن تايتل، ممكن نفس الشيء بالكي ووردز قصدي يس. يا سلام عليك، سهوله، واليوم كلها فيجوال اصلا، يعني اسهل من هاي. الان ننتقل على المرحله الثانيه اللي هو الارتستير. قبل ما ندخل على الارتستير نعمل بريك شويه صغيره، مش بريك، بده شاي بده هذا. قلنا لكم يا جماعه انتم مش بصف، تحركوا زي ما بدكم، خذوا راحتكم. بدي بس احكي عن الدروب بوكس، كيف تستخدم الدروب بوكس. اول
السمارت تكست سيرتشنج يعني زي ما تقول له انت اللي تقول له ايش قصدك يعني تقول له انت ايش قصدي بكذا يعني مثلا لما كتبت انت انا كتبت ام لام فكتبتها ام لام بعدين ام داش لام هو مش فاهم البرنت تاعك اللي تكتبه مستعبد فهو مش فاهم كلمه ام لام فشو السمارت موبايل لام مثلا غيرها موبايل لام ومرات يا جماعة الاختصارات اللي احنا بنستخدمها يمكن هو مش فاهمها. شوف يا ياسمين وللشباب كلهم للجميع الصبايا والشباب لا لا واحد واحد بعثيهم واحد واحد انا معطيكم دائما لما بعطيكم assignment بعطيكم على الاقل تودوا خمس ملفات عشان اللي بحب يشطب يضيفوا شيء وبعطيك اياه الحجم كبير 20 ميجا لا لا عادي ما في مشكلة خلاص مش بعثتي خلص انف شكرا لكم ما في داعي تردي تبعثيه مره ثانيه لا هسه اللي الدروب بوكس طلع ياسمين كيف نسوي بدروب بوكس انا هي موجود عندي بتقولي انت موجود عندك طلعي علي كيف هسه افتح الدروب بوكس تبعك شايف بعطيك هون الفولدر فاضي اعملي لها هيك بس خليها يعني تكون موجوده الان شايف هاي الملفات الموجوده هون محطوط عليها صح هذولا ببساطه بعمل لهم دراج دروب هون جيبي اي ملف عندك على الديسكتوب كوبي بيست او دراج دروب وين بنزل بنزل على دروب بوكس بدك تعملي له اكاونت تعملي اكاونت بدكم كيف نعمل الدروب بوكس اكاونت طيب بنعيد هسه بنسويها هسه بنسوي تعالي انت اشرحي لنا اياها هسه بخليها تشرح لنا اياها بس بقول لك انا شو فايدته انه انا بعد ما اسوي دروب بوكس اكاونت سويت دروب بوكس اكاونت زين انت عاملي انت هي عملته هي بتقول لي انا كيف بدي استخدمه انا كيف بدي استخدمه انا بقول لك كيف تستخدمه هذا الدروب بوكس هو عباره عن كلاود تكنولوجي كلاود سيرفيس هو عباره عن سيرفر بيخزن عليه دوكيومنتس كويس الدوكيومنتس الحلو فيه الدروب بوكس ايش بيسوي طلع كيف انا مثلا شايفين هاي كلمه سي في تبعتي هاي سي في تبعتي موجوده عندي نسخه منها على الديسكتوب او موجوده على الهارد ديسك تبعي وبدي اياها انها تكون افيلبل معي anywhere طيب وبدي كمان شغله اذا عملت ابجريد عليها مثلا سافرت وما اخذت اللابتوب تبعي سافرت وما اخذت اللابتوب تبعي وجيت في مكان ما طلبوا مني سيدي احنا شو كنا نعمل نودي لحالنا ايميل على الياهو ولا على هوت ميل ولا على شيء انه هاي السيدي تبعتي طيب افرض انك فتحت افرض اني مسوي هيك انا ورحت على المكان هذاك وغيرت في السيدي تبعتي صار عندي تو كوبيز كوبي اللي غيرت عليها وكوبي اللي موجود على الهارد ديسك صار ديفرنت تخيل لو انك كل مره بتعملي مثل هيك بصير عندك كم سي في هيك مليون نفس الشيء بالريسيرش واحد عمل بحث كل شوي بيعمل عليه تعديل كل شوي بيعمل عليه تعديل بده يطلع يسويه في مؤتمر ضرب اللابتوب تبعه مش معقول هو يطلع اطالع على المؤتمر بده يلقي ورقه والورقه شوف الحظ ممكن تصير تخدم مرات كثير الحظ بيخدم لك كويس فيها حاطه على فلاش وحاطه على سي دي وحاطه على اللابتوب كويس بالحظ ضربني الثلاث بتصير انسرق يا اخي اللابتوب تاعك راحت المحاضره تبعتك رحنا على المدير الحالي ايميل رحت ادخل على الايميل في هذاك الوقت الايميل تبعي انا في مشكله غالبا هسه صارت الياهو مثلا هاي صارت مع الدكتور زميل لنا مودي ايميل لحاله الايميل هسه صار يعرف انت بني بلد اذا طلعت من بلدك بقول لك دخل السؤال مش دائما بطلبوا منك في الايميل سؤال سري او شيء جاوبني على السؤال السري وناسي ما رضيش يدخلوا على الايميل تبعه طب والحل اكلنا هوا بروح على دروب بوكس يعني هذا
الدروب بوكس في ميزتين، مش بس باك اب، هو حط كل الدوكيومنت هناك. الان افرض دخلت على دروب بوكس عملت له ابجريد، وين ما كنت انا كويس، وين ما كنت بنعمل ابجريد على اللابتوب تبعي. ابدا سمعت هاي؟ افرض عملت ابجريد، طب انت بتقول لي يا دكتور طب ما هو انت ايميلك مش عارف تفوت عليه ولابتوبك انسرق ولا مش عارف ايش. كويس. الان طب انا كيف بدي افوت على دروب بوكس؟ بس الدروب بوكس في طريقتين. في طريقه جهاز شخصي، هذا مش جهاز شخصي، اللابتوب جهاز شخصي، صح. نزل ابلكيشن، والابلكيشن هو عباره عن فولدر. جميل، هي زي هاي. اما انا في الجامعه كيف داخل على الويب سايت؟ بالضبط. اذا دروب بوكس شوف دروب بوكس دوت كوم، لما تدخل عليها بدخل اليوزر نيم والباسورد، كيف انك داخل على الايميل؟ ايميلنا. لا لا، كانك داخل على الايميل، كانك داخل على الايميل. يعني انت هسه لما تدخلي على عليه هون من الجهاز تبعك، بس دبل كليك على الايقونه دخلك عليه، صح ولا لا؟ طب افرضي مش من جهازك انت، من اي جهاز؟ مو ايميل. لا، بتحطي اليوزر نيم والباسورد اللي انت حاطتيه. يس يس. شو بفتح لك؟ افتح لك ابدا. ايش كمان ميزه؟ عدلت على السي في تبعتي. بتتعدل وين؟ على اللابتوب تبعك. اوتوماتيكلي. سؤال، كيف نقدر نزيف عليها؟ هو بس درايف دروب كوبي بيست. كوبي بيست عادي. بس لازم تصير بعدين علامة الصحف. ايوه. بعملها ابلود. كيف عمر نزل فيديو عليه بدي افهم؟ سهل. كوبي بيست بس. جاب الفيديو. الفيديو موجود عنده. اي فيديو؟ اي فيديو؟ هو لا، هي سؤالك كيف نزلت الصوت، كيف عملت داونلود للصوت؟ هذا من ريال بيت. هاي قصه لحال، لا دخل بالموضوع. في مرات حتى في مواقع بتخليك مثلا ما تقدرش تاخذ الصوت. راح ادربكم على برنامج الجولد ويف، بخليك تسحب الصوت. لا غير كامتازيا، يعني الكامتازيا ممكن، وممكن الجولد ويف. الجولد ويف برنامج صوت سهل جدا، تعلم عليه بسيط جدا، طفل بتعلم عليه خمس دقائق بتكونوا متعلمينه. شو بنسوي فيه؟ شغل الصوت هناك وشغل الجولد ويف، بلقط كل الصوت، بنزله كامل عندك، بعمل له ريكوردينج ديجيتال كامل. هذا شيء رائع جدا. عرفتي ليش الدروب بوكس؟ الان كيف بدنا نعمل اكاونت على الدروب بوكس؟ عندكم طريقتين، يا اما اني انا بودي لك ايميل وبعمل لك دعوه، شايف كيف؟ او هو او ان ندخل مباشره على، ندخل مباشره على اللي هو dropbox.com. dropbox.com لما تدخل على dropbox.com شايف هون بعطيك ساين ان. اذا عندك اكاونت، اذا عندك اكاونت ساين ان عادي، بتفوت عادي. الان اذا ما عندك اكاونت، اذا ما عندك اكاونت ايش بتسوي؟ لا ما في عندك ساين ان هنا، ساين ان هنا فري فور ماك اند موبايل، كويس. داونلود دروب بوكس، هذا الابلكيشن. اذا بدك تنزله عندك على الجهاز. الان كيف بدك تعمل انت اكاونت؟ بالضبط. بتدخل هاي، بتدخل هاي، بتدخل هاي، بتدخل هاي، وبتحط اجري وسهلا. اللي بدك اياه. طب دقيقه شوي. ساين ان، انا بدي اعمل ساين ان، انا بدي ادخل على على الاكونت تاعي. استنى خليني اودي لهم دعوات. بتعرف شو بستفيد من هاي؟ باخذ باخذ انا بونس اذا اعطيتكم دعوه ودخلتوا من خلالي. استنى شوي. تعمل ايش؟ خلص عملتي، الله يعطيك العافيه. لا ممكن بدون ما تعملي داونلود تشتغلي بس اونلاين وبس. عرفتي كيف؟ بس انت احنا ليش بنعمل له داونلود هون؟ عشان يصير سهل عمليه النقل. بس اعمل كوبي بيست للدوكيومنت حطها في الدروب بوكس اللي عندك هون، بتصير اونلاين. طبعا لازم تكون شابكه اونلاين. طبعا اكيد. يعني لا لا، بس انه الجيميل
الجيميل إشي ودروب بوكس إشي. بس قولي لي قولي أنا عملت على دروب بوكس. بس عملت على دروب بوكس. طبعا ممكن نعمل يا جماعة إذا بدكم دروب بوكس إلنا هون للكورس تاعنا يعني إذا بدنا. ممكن أعمل واحد أسا أكاونت جديد ونعمل دروب بوكس للكل. شايفي هاي الأشياء هاي مشي نفس اللي هون طلعي هاي أونلاين. إحنا هسا ركز معي هذولا أونلاين. طلع لي دروب بوكس اللي موجودة على الديسكتوب تاعي. طلعي بالضبط. مش بس باك اب هو صراحة أسر أكثر من باك اب. لا برضو أنا بدي أياله شغلة ثانية. أنا بفيدني بشغلة ثانية. أنا بقول لك شو بفيدني بشغلة ثانية. أسيات يا جماعة إحنا قاعدين بنعمل ويب ديزاين صح ولا لا؟ بدنا نأخذ أسيات مثلا على الأرتستير. طب أنت بدك تشبكي مع ملف فيديو. طب وين ملف الفيديو تاعك وين موجود؟ موجود على الديسكتوب تاعك. طب هو الأرتستير لما تعملي له أونلاين تحطي لايف كيف بده يجيب الفيديو اللي بالديسكتوب تاعك؟ معناته انك يكون عندك شانل على اليوتيوب مثلا او بدروب بوكس حاططيه او على جوجل دوكس. هذول الكلاودز انت بتاخذي الشير تبعته بتحطيها لينك انا بس اضغط عليها وراح اشوف. وصلت ليش الرساله؟ يعني هي صارت مش بس ستورج ولا صارت باك اب بس هي وسيله للتواصل بكل سهوله. بيستفيدوا فلوس دعايات وكل شيء. بعدين هذا بعطيكوا عدد محدود المساحة الحجم اللي بعطيك اياه فري محدود. لما بدك تشترك يعني يصير شغلك هيوج بدك مساحة بدك تشترك. لا عاد هم شافي هاي شير. طلعي هاي شير تقدر تعمل شيرينج هون. دقيقة شوي. لا بس هذا شير ايش هاي فولدر نيم. لا هاي شير. لحظة هو في مرات بيكون كأنها مش دائما موجودة محمود. مرات شو بتكون بعطونا بونسات انه اذا بتدعي لناس بنعطيك كالقد ايش اسمه كأنها رايحة. مش شايفها لانه انا قلت فري سبيس. لا هيها 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 قلت فري سبيس. هيها لقيتها. Upgrade your account 100 جيجا to get lots more space. شوف طلع قديش عندهم السبيسز. خلينا نشوف هاي ال 100 جيجا or more. لا بس هاي كأنها بيت. هاي بيت بيت. بعطيك مساحة بس هاي بدك تشتريها شراء. لا احنا في منها كانت فري سبيس انها بتعمل انفيتيشن لحدا. شايف انا اللي عندي انا معي قديش 5.75. انا بديت ب 3 بديت ب 3 جيجا وسيات عندي قديش 5.75 من وراء الدعوات يعني بتودي دعوات. هاي ريفير فريند تو دروب بوكس سياتها. شايف انفايت ايميل كونتاكت. هسه بودي لك انفيتيشن. اعطيني ايميلك. اي بي يو اي ال تي اس تي اي واي اي بي بي زي بوك. ايوه 2009 2009 ات ياهو دوت كوم. مين كمان؟ هاي سند انفيتيشن. شوف اجتك هاي انا من ضمنها already has been invited by others. بقول لك كاينين مبعثين لك دعوه انت ما جاوبت عليها. ايش هي رولا؟ هات ار دقيقه خلنا اشيل محمود. ار اي مرة ثانية. R U L A G زي إيش؟ Good. G A L I B book. عطول هيك. At
yahoo.com send invitation خلنا أوريك إياها لبرضو نفس الشيء already uses Dropbox أنت بتستخدميه already هاي مكتوب عندي إنه you already uses Dropbox ما بدري هاي لما دخلت هون في عندك هون شايف get free space فوت عليها ففي واحد اللي هو invite a friend ما بعرف بس انت كأنك داخلي وعاملي مرة account لا في واحدة اللي بالنص انزل لتحت شوية مش انفايت دور انفايت يور ريفرنس تو دروب بوكس هيا ما وصل لا ما هو انت واصلك ما وصلهاش لما نحل فورمات لللابتوب بمحل برا يكون هو نزله مثلا ما بعرف اي دونت نو اور يوز ذس لينك وذ فريندز كوبي لينك طب ده ابعث لكم اياها على هاي استنى شوي كوبي لينك كوبي تو كليك بورد بودي لكم اياها على الايميل العادي بدي ادخل على الايميل العادي بودي لاكثر من واحد بنعيد الارسال بدي ادخل على الياهو انا تاعي هاي كومبوز اعطيني ايميلاتكم هالسعيات بعمل كونفيتيشن عليه من هنا هاي كنترول في اعطيني اياها مره ثانيه رولا ار ار يو ال اي جي اي ال اي بي ات ياهو دوت كوم محمود اعطيني اياه مره ثانيه وطبعا تقدر تسوي اي بي يو اي ال هيا هذا صح هذا هو شايف حافظه انا عندي لسه موجود يلا اعطيني استنى شوي اي اس ال اي اس قربي عندي هون مش سامعك اي اس M A dot S U لا مرة ثانية بعد S إيش بعد S S U B O H at hotmail.com وهاي يا ستي سنت خلصنا هيك وهاي سند المفروض وصلتكم وصلت شو رسالته هذا دروب بوكس فولو ذا لينك شوف وين توديك اللينك اي فيش اللي انا ما ادوش المسج الا لينك المسج ما كتبت فيها شيء بس كتبت فيها لينك بس صح ولا مش صح اعمل كليك عليها اللينك اللي انا بعت لك اياها اعمل لي كليك عليها اعمل اكاونت فهمتي كيف الفكره حتى يكون مصدوق لازم تحط صح عليه يعني انه اونلاين تكون اونلاين بس في شلون كمان في شلون ما ادري ده مش هذا اونلاين هو فوكس ال اعتقد تكنيك هو ما بحطه ولا بحط صح عليه اونلاين اوريدي انت شغال على السيرفر تاعك بالبوكس المفروض يكون صح عليه مثل الشرط خلينا نعمل لكم الباتشس يا ديانا نعمل لكم الباتشس هسه يعني نخلص منه الشراء اللي هو نخلص منه هالسعيات تعالي عندي بس هاي بنعيد مره ثانيه
الايميل هاي هاي طريقة الشراء مرة ثانية بنعيدها شراء مرة ثانية طبعا الخطوة الأولى مرة ثانية بنعيد الخطوة الأولى مرة ثانية كانت إن ننزل ترايل فيرجن من البرنامج على الجهاز تبعنا لما ينزل هياته نازل هاي فاتحه قدام إذا فتحته من هنا لو ضغط على فايل بتلاقي كلمة اكتيفيشن هياتها أول ما كويس هذا افرض انه فتحته انا قلت له كانسل وراح طلعت على هاي بروح على فايل بطول اكتيفيشن بطيب اشغل لي اياها بيعمل لي اكتيفيشن احنا هسه شو بنشتغل على البرنامج نفسه يعني هسه الشراء اللي بيحب يشتريه بطريقته اللي بيقدر يطلعه كراك يجيبه كراك كيفه ما دبر حالك اوكي وزي ما قلت لكم اللي ما بحبش يشتغل على ارت ستيل ما يشتغلش يشتغل على اي سوفت وير بده اياه لانه بالاخير انا بدي منتج طالع على شكل ويب سايت اي ويب سايت بتحبه سويه ما عندي مشكله انا طبعا لازم يكون بدي اياه شغال بدي اجربه شفتوا معايير تقييم الويب سايت بدي اقيمه عليهم ايش حكينا احنا من ندور ارت ستيل ارت ستيل دوت كوم احنا بندخل هاي artistier دوت كوم بعدين بنروح على بيرتشس اللي هو الشراء انت بدك الهوم فيرجن اللي هي باي ناو شايفين يا جماعه هاي رولا دخلنا على الموقع في بيرتشس اخذنا باي ناو على الهوم فيرجن او باي ناو طبعا اختاري جوردن هنا نختار جوردن تعدينا شفت هاي عشان بيجينا على طول هسه على الايميل هسه بندخل الكارد نمبر ياسمين اللي معاكي هاي بطاقه البنك العربي يعني حتى لو بترضى انها تسحب على النت لا تستخدميها لانه هاي مفتوحه على حسابك هاي اقراوها بتلاقوني حاط الكوس اللي على الفورم قبل موعد المحاضره بيومين او بيوم مش شرط تجاوبوهن يعني ممكن تجاوبوهن في المحاضره مش مشكله الاسئله ممكن تجاوبوهن في المحاضره مش ضروري تجاوبوهن في البيت يعني بس انتوا تكونوا قارئينها في البيت بس سبعة اثنين خمسة المنث عندي انا 09 انه هون السنة 16 من الكود 396 بس اعطيني الفيرست نيم اللي الك انا هون هسه باخذ معلوماتك هسه ليش هذا زي كانه بطبع بس اكتب النار ولا ما بزبط لا ما بزبطش هذا معمل دول بس انه بس انا بقى ومن عندي تعال اقعدي واكتب لي عبد معلوماتك عبد معلوماتك كامله اهم شيء طلعي شو اهم شيء طيب اوعي تغلط بالايميل اوكي روح لغيرك ايش عملت ولا شيء بس اشي بالنسبة للبوستال كود ما عرفت شو اكتب البوستال كود بصي 1111 2 1
اللي تحت يا سيارة ريفيو هو أيوة اضغطي خافيش اوكي جو جلس هوينو أيوة بس السيارة ايش عملي هون اخر واحدة بينا اخذي بينا اضغطي تحت خافيش عادك تعال طبع لنا دكتور برنامج سهل جدا يعني هسه احنا مش راح نشرحه كامل راح ناخذ الاي دي اس تبعته بس تشغله انت لحالك اصلا تستكشفه لحالك دكتور انا لازم افوت لا على لازم تفوتي على ايميلك من البيت اصلا لا تفوتي من مش منها وبعد لازم مشان اكتبها رساله قبل فورورد قبل ما اعمل اكتيفيشن لا لا ما لها علاقه ما لها علاقه يعني مو لازم احنا لا لا مش لازم تكون في نفس الوقت لا هو شايفه اقرا لي هون هاي المسج نيو مسج بس خلينا اوريك المسجات هاي ارب بانك اخر واحد اول ارب بانك على طول من جرب بس انا قصدي اقرا المسج خلص سحب ال هاي يعني تسهيل جدا اسالك احنا قلت لك بتعملي فورورد لمين لسوسن مش شرط تكون في ذا سيم تايم مو شرط لا بالنسبه اذا بتجيني ابديت كمان بعد هيك بتقدري كمان تسوي ابديت هي طبعا بتودي لها فورورد تعمل هي شوف بس كل شيء راح يجي على ايميلك بصير ابعث لها اي شيء بالضبط افرض خرب جهازها كمان نفس الطريقه بتبعثي لها انت بتبعث ايميل لمين للارتستير تقول لهم انا صار معنا مشكله كذا كذا معي تقول لي معك انت نفس اسمك انت سنجل هو سنجل تقول له انا صار معي مشكله كذا وصار فورمات على الجهاز ومش عارف ايش وبدي تودي لي الكود تاع الاكتيفيشن مره ثانيه شو بدك بودي لك بودي لك الكود مره ثانيه بتنزلوه على الجهاز طيب دكتور بدي اسال هو في عشان نشبك مع يس 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 هسه بتشوفيها هسه بنحكي عنه تمام انا بدي اياكي في ماده هذيك في المالتي ميديا مش حكينا بدنا نحط موضوعات بدي اياك انت واحمد مش كان احمد هو اللي بده يشتغل معك تعملوا لي على الماكروز على الماكروز في الاكسل ماكروز الاكسل كيف نستخدم ماكروز الاكسل اعمل لنا درس احنا علمينا كيف نستخدم الماكرو في الاكسل بدنا تو ثينجز تو بارتس بده يكون بارت 1 اللي هو ريكورد ذا ماكرو الثانيه شوي على الفيجوال بيسك مثلا لو مش الفيجوال بيسك يعني كفيجوال بيسك انه انا بدي اعمل ماكرو مش ريكوردينج يعني لو كود صغير هيك شغلي مثلا انت مدرسه شفتي كيف لما بنطلع نتائج الثامن والتاسع والعاشر بناخذ 20% من هاي 30% 50% بعدين بنحسب معدل الطالب عشان يوزعوه علمي وادبي ومش عارف ايش اعملي لنا دربينا على هاي بس باستخدام يعني احنا علمينا كيف ندخلها وبعدين كيف نعمل ماكرو ونسويها بدك تسوي شيء ثاني مثلا ممكن تعملي لنا على معامل الصعوبه معامل التمييز معامل الصعوبه معامل التمييز اللي بدك اياه اختار اللي بتحبيه ما بفكر انه مثلا شو بدي برمجيه اصلا زي الموجوده واحكي انه عامل بدي اوظفها يعني في الحاسوب فلقيت شيء عن التحويل بين باينري وديسيمال في الكمبيوتر يعني بس يعني يعني انا بدي برضو شيء وظيفي انه انا احنا كلنا يعني بنشتغل في مجال التربيه والتعليم فانا لو بدي استخدم مثلا اكسل في مجال التربيه والتعليم بشكل فعال الفانكشنز شيء لكن الفانكشنز يعني ريدي ميد بدناش شيء ريدي ميد انا فكرت انه كيف ادرس يعني هو درسينا شيء كمبيوتر شو الكمبيوتر هذا علمينا كيف احنا بنوظف الماكرو في الاكسل لي وظائف تربوية إدارية طبعاً وظيفة تربوية إدارية أي وظيفة إدارية احنا قلت لك إنه قبل هيك كنت عامل أنا أساساً موقع الويبني حلو بس حابة إنك تطلع عليه دكتور بنطلع عليه بعثي لي اللينك شوف إنه مشان إذا قريب من هيك بدك على يس ولا شو نضيف على يعني إشي إحنا ما رح نعمل زيه يعني بس إنه أوكي ما في مشكلة نشوف مثلاً زي هيك أنت بدك نمشي بهذا يس ما شاء الله بعثي لي اللينك خلنا نشوف خلاص بعثي لي اللينك خلنا نشوف هسا الجزء الأخير الجزء الأخير من المحاضرة اليوم عشر دقائق
بس اللي هو وصل 10 دقائق بنروح. شو هني؟ ارتستير. طب هو ارتستير ب 10 دقائق بنخلصه؟ لا والله ب 5 دقائق بنخلصه. لا لا هذا اسمه بدخل يا محمود تحت عنوان علم الطقطقة. طقطق تتعلم. انا راح اعطيك الخبايا، مش خبايا يعني، خلينا نقول الاشياء اللي لازم انت تعرفها، ممكن انت ما تكونش منتبه لها. طلع اول قضيه مع بعض على السريع. اول قضيه انه انا بعد ما نزل ارتستير، هاي الارتستير طالع قدامي كويس، في عندكم هون شغله السجستد ديزاين. يلا يا صبيه معانا سجستد ديزاين. ايش سجست؟ اختار. انا مش عاجبني هذا التصميم، مش عاجبني التصميم، اكليك عليه هيك شو بيطلع لنا؟ لا بعطيك خيارات تصميم، بعطيك خيارات تصميم. يعني لا لا طلع المنظر كيف، الشاشه سوداء، خلفيته مش عارف ايش لونها، هاي هيك مش عاجبتني هاي. كمان واحدة طبعا لا تقلقوش انه هو شمال لليمين. اذا بدك تعمل سادك عربي، بدك تعمل سادك عربي خليه من شمال لليمين، لما نصدره بنقلبه يمين شمال. يعني اكتب عربي عادي بصحيح من شمال لليمين، لكن لما نصدره بنقول له اعمله يمين شمال، بيعمله يمين شمال. طب لو غلبته كنت بالاول بدك تخليه مصدر بنفس الاسلوب، لانه في اشياء ما مرضتش تقول يمين. لا ما هو انا جايك، هو لحاله بيعملها يمين مع عمر لما تصدر، لما تصدر. فاذا انت لوجيك تاعك انه انا بدي اعمل الويب سايت تاعي بالعربي، لا تقعدش تعمل فيه فيجوال الشمال تعمله يمين واليمين تعمله شمال. في طريقه سهله جدا انه لما تعمل تصدير للويب هو لحاله قل له بدي اياه يمين شمال مش شمال يمين. حتى المنيوز، المنيوز بيكونوا على الشمال، لما تقول له بدي اياه يمين شمال بقلبهن وخليهن على اليمين. طبعا زي ما انتم شايفين يعني هاي قاعد بعطيني خيارات. انا بطلع الديزاين العام للصفحه، انه هاي الصفحه اللي بدي اياها ولا مش اللي بدي اياها. طلعوا هون كيف عاملين يعني التايتل او اللي هو الحاشيه العلويه عالي كبيري، وشوف الكتاب وين جاي تحت. يا ستي كل واحد له ذوق. ما فيش فيها احلى. اللي بدي اوصلكم اياه، مهما اخترت الديزاين بامكانك تعدل عليه اللي بدك اياه. لا بدون HTML، منه فيه 90% بنعدله بدون HTML. هاي صور طوري بال اخذنا هاي الان. هذا ايش مكتوب؟ مكتوب بالانجليزي ومكتوب هون بالانجليزي. شايفين هذولا؟ هذول كلهن بلوكس. البلوكس مش مشكلة، انجليز هو فاني كودس، وحتى في منه مالوش معنى. اللي هو انا بدي اكتب بالعربي، ما بدي اكتب بالانجليزي، وبدي حتى العناوين شايفين هاي هوم بلوج، هاي كله بدي اياه بالعربي. بلوج بلوجر، وبصدر على بلوجر طوالي يعني سهل جدا. ببساطة هون شايفين هاي كلمة هوم، اضغط عليها. طلع انا هون جاي على البيجز، بضغط على الهوم، كليك بس كليك واحدة، او تعمل رينيم زي ما بدك، رايت كليك رينيم. وبالعربي الرئيسية، معلش لما تعمل بالعربي مرات بيعلق شوي، رد حاول مرة ثانية. الرئيسية اعمل كليك هيك، بتشوف قدام عينك شو صارت؟ صارت الرئيسية، بطلت مش عارف ايش. طيب انا بدي اضيف صفحات، طب هسه تحت الرئيسية شوف، لما يجيك سهم زي هيك بعرف انه في سب بيجز. اعمل هيك، سب بيج الاولى هاي شو بدك تكتبها؟ مثلا الدرس الاول فرضا، اكتب الدرس الاول. الثانية الدرس الثاني. طب اذا ما في شو بدي اضيف اشياء؟ طول بالك، ما طرناش بعدنا. الدرس الثالث عدلت، طلع هون لانه هي لسه ما عدتش كليك عليها، بس اعمل كليك عليها شوف ماشي. هسه انجليزي ماشي. عمر ما بقللها عربي انا،
لما صدر بعملها عربي، لما صدر بعملها عربي. خلاص الآن كلمة بلوج ما بدي بلوج، شو بدي إياها؟ المدونة. ها طبعا تختار التصميم بدك إياه أنت. أول ما تفتحه، أول ما تفتحه بيقول لك شو بدك إياه، education for education for business for مش عارف إيش، بعطيك هو تيمبلتس، اختار التيمبلت اللي بدك إياه. هو I think من هون تقدر تأخذها من هون. لا لحظة شوي، إنه أنت تختار تيمبلت أول ما تعمل نيو ديزاين. فاهم؟ لا لا بس افرض اني دخلت زي هيك سجستس لاي اوت طلع حسيات. انا افرض بعد ما خلصت من هاي بدي ارد على جواب محمود، بدي ارد اجاوب على سؤال محمود، بدي ازيد صفحة جديدة، بعمل رايت كليك على اي صفحة بدي اياها، رايت كليك بعطيك اوبشنز نيو بيج ولا نيو تشايلد بيج. لا طيب اذا نيو تشايلد بيج بكون في مثلا عامل انت الدرس الاول تحته فيه اربع موضوعات. الدرس الاول روت اصلي، تشايلد بيج اللي بس احط اللي تحت بيطلعوا اللي تحت. طب انا بدي اضيف السيارات على الصفحه الرئيسيه وبدي المدونه، شو بدي؟ بدي الوحده الاولى هاي. ليش تكون صب بيج؟ ليش تشايلد؟ لانها مش تشايلد هاي مين. مظبوط. الوحده الثانيه ابغى اخذ نيو بيج. مادة تعليمية اختار يونت فيها ثلاث اربع دروس خمس دروس وتعملي لي اياها تنشريها على ويب سايت. مادة تعليمية، والمادة هذه من نرد ننشرها مرة ثانية على لما عاملكم انا سجع معاكم اكاونتس على ال ام اس على مودل، تنشر المادة على مودل. يعني المادة مرتين بدها تتسوي، نفس المادة مرة هون ومرة هون. وبعدين شو بنسوي؟ بنعمل مقارنة بين التو ويب سايتس لكم انتم نفس المادة اللي انت نشرتها. طبعا روحوا راجعوا وهلا ان شاء الله يمكن المحاضرة الجاية كمان نحكي فيها اللي هي معايير تقييم الموقع كيف؟ بننزلها مش موجودة بنحط لكم اياها. شو معايير تقييم الموقع؟ نعم كيف بنقيم مواقع؟ عشان اني اعرف انا كيف اشتغل، كيف اشتغل. هسا اللي الميزة في الارتستير انه شو بعطيني؟ بعطيني اوبشنز كثير. يعني خلينا نقول 70-80% من الشغل تاع الديزاين، يعني صراحة أنا بعرف أصمم زي هيك شكل أشكال حلوة ومش صعب، مش سهل يعني. مش سهل، هاي بدك واحد جرافيك ديزاينر يعرف يسوي لك إياها، وبده يعرف يشتغل على السي إس إس بسموه الطبقات هذا. كاسكيدينج هذا. طب واحد بعرف إيش كاسكيدينج؟ هذا راح نتعلمه. هينا بدنا نتعلمه. هذا سهل. يعني مش صعب كثير. من عندنا شوية أشياء ألبس عليه، شوية أشياء بسيطة. الآن مثلاً أنا بدي أعمل تغيير على ال هنا. هاي خلصناها متوقعة. في البروبرتيز تاعت البيج طلعي هنا. لما تكتب التايتل تاع البيج بالعربي روحي على البروبرتي تاعت البيج وغيري كلمة الرئيسية. ها شفتيها name URL هون هون، غيرها ما تخليهاش بالعربي. إذا بدك تنشرها على سايت غير الارتستير هاي تطلع من الكودس ولا إلها معنى، بتصير علامات استفهام فماش. اسمها ايش بالانجليزي؟ هوم. بتظلها قدامك هناك مكتوبة الرئيسية بالعربي، لكن في الداتابيز هوم، عشان لما يصدر هو بيطلع اشياء ميلز، بيطلع فولدرات. هذا بتنفع لمين؟ هاي بسويها لمين؟
لو واحد بده يرفع الويب سايت تاعه على هوستينج دومين له شاري دومين وبده يرفع الويب سايت من امريكا برضو من بوريكم كيف ان شاء الله آه. كمان هذا سهل ومبلغه مش عالي يعني انت قاعد تتكلم عن 60 دينار سنوي بعمل ساحة له يرفع عليها بصير له ويب سايت خاص آه ننشره على يس طبعا اكيد كله هذا بنعمله فيلم احنا ليش عشان يعني لاحظ انه كيف انا ليش انا متحمس لهذا السوفت وير لانه صراحه بي بي زي ما تقولي شامل شوي وبيطلع فلوس كثير آه. اللي بيعرف يشتغل عليه بيحترف عليه بيطلع فلوس هذا يعني هسه اقل ويب سايت بدك تسويه بدك 100 دينار لا لا لو بتعمل اشي يعني خلينا نقول عادي جدا مش ما حد يشتغل لك اياه اقل من 100 دينار انا بدرب في شركه اسمها دومين اه اه هلا اقل 350 دينار 350 دينار اه اوكي يعني انا بس قاعد بمشي على مؤشرات انا بدي اياكم يا جماعه هذا ترى سيلف ليرنينج ما مش راح نقعد ندرب عليه كلمه كلمه مش راح نلحق هسه كمان شغلي كيف بدي اغير التايتل بس كليك عليه شوف شو طلع لي هون الايقونات شو طلع لك طلع لك كل شيء على وين على التايتل شوف هون القاعده البلوك نفسه هذا البلوك اللي هو فيه لا يعدل يعدل ما داخله يعني بقدرش اغير مكانه يعني هذا البلوك وين جاي جاي فوق في المكان هذا بتغير الديزاين لا بلوك في منهن طلعي في منهن بيسكس ما بتقدر يعني الهامش الفوقاني هذا بس موقع بدون تايتل مش انا بدي اخلي الهوم بس ما بدي اشيل البلوك بالضبط انا وحده هذا اللي فوق لا اللي تحت اه هاي لا اللي فوق هاي ولا في اسهل منها رايت كليك ديليت اليو ار ال ايش مكتوب هو وبالعربي الرئيسيه شو مكتوب تحت بالانجليزي هوم اكتبيها هوم اكتب عندي اه بدال 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 الرئيسيه اكتبي هوم بالانجليزي لا لا حتى هو هاي فور بروجرامينج هاي مش هذا مش راح تبين راح يضلها ياسمين راح يضلها ياسمين اه بس اكتبي لا مش شرط هوم اكتبي الكلمه اللي مكتوبه تحت لانه هو لما يصدره راح يتعرف عليه هيك هوم بيج 1 بيج 2 بيج 3 انا بكتب بالانجليزي اوكي هلا هون تعال نتعرف هون شو ممكن نسوي انا اول شيء طبعا الانتر سايت تايتل دخل التايتل اللي بدك اياه حط العنوان اللي بدك اياه كليك جواتها عادي تكست بوكس ما هي بس غيرها اشرف لساته معانا اقلب عربي مثلا معك خذ راحتك انتر سايت سوليغان اكتب اللي بدك اياه هون الجامعه طيب بدنا نغير كمان اشياء بدي اغير الخط بدي اغير مش عارف ايش بدي اغير مكانها كل شيء بلعب فيه زي ما بدي اوكي الان طلعي فوق هون شايفين هاي في عندك suggested headers مش suggested design بس الهيدر بتبلش على الهيدر محمود اخذنا الفكره شوف بصير هون تلعب بالهيدر بس هذا الهيدر مش عاجبني هذا الهيدر مش عاجبني شوفوا البيج ما بيغيرها البيج ما بيغيرها بيغير بس الهيدر بتصير تلعب بالديزاين تاع الهيدر بعدين بتقدر تغير البلوكس بتقدر تغير البوزيشن كل شيء في عندك تكست اقراي دوري على التكست وين موجودي انا بس عند الهيدر محمود شايفي هاي التكست يا ياسمين شايفي هاي التكست وينها هيا تكست هون فوق اختاري
شو نوع الخط، لون الخط، حجم الخط، مش عارف ايش، كله بتغيره زي ما بدك. بدك تعمل شادو، كل اشي بتسوي. اوكي، الان بدك تضيف فلاش على الهيدر. عارفين فلاش كيف؟ زي غيمة بتمشي مثلا، تحركات. اختار فلاش مثلا، بدي هذا الفلاش. طلع ياسر شو بطلع لك؟ بصير يتحرك هذا. ممكن نغير الهيدر شوي. طب لو كنا كاتبين اشياء بدك تروح صح؟ لا بتروحش، بتروحش. هي مكتوب انترستنج. انا كتبت اشياء بس شفناها. رد جرب عيدها. شوف هاي الغيمه مثلا، نحط الغيمه هون. ممكن تحط ايمج من عندك، اي ايمج، او بدك تجيب مور اون لاين او فروم فايل. بدك تجيب صوره من عندك. مو بتغير اللي بدك اياه، بصير ساعتها بتكون انت عارفه كم حجم الصوره لازم تحطيها. بزغر الصوره، بتروحي على اي بيكتشر اديتر، بزغر الصوره، لانه ما باخذ صور كبيره. لما تاخذ الصوره بصير كبيره ضخمه، بتوكل لهذا. ففي تعب شوي يعني، مش ايزي ايزي. في عندك هنا من مور اونلاين، جيب صور اونلاين موجود، كل فري هذولا. شايف هاي الصور مثلا، هذولا ثيمز حسب النوع، يعني مثلا بدك education، بدك مش عارف ايش، بدك يعني نعم بدك تجيب صورة من عندك من نفس المكان، بس تقولي from a file. طبعا الفلاش بيطلع، بس هو يمكن يكون الخلفية مش مناسبة، المفروض يطلع. لونه، اللون هذا مش مناسب، فممكن نختار في الباك جراوند. هاي الباك جراوند شايفي، اختار مثلا تكون هيك الافكت تاعها لايت. اختار هذا بس نضل احنا نكبس ونكتشف. ونكتشف عليك نور. هو بدوش شيء يعني، فكرته سهله جدا جدا. نعم، من هون شوف، اقرا فوق، اقرا فوق، في عندك ايديت. هذا لما تكون جوا انت اشي تكست، بتغير حجم الخط، لون الخط، نوع الخط. طبعا لاحظ هذا كله مش شغال. بتعمل على الصفحه رايت كليك بروبرتيز، رايت كليك بروبرتيز، بتظلها هوم، بتظلها بالعربي مكتوبه الرئيسيه، بظل مكتوب الرئيسيه بس. بتعمل ايه هيك، رايت كليك، نيو بيج، اعمل نيو بيج. هاي سوى نيو بيج. بدك يا تشايلد بيج، بدك صفحه تحت، بدك صفحه تحت هاي الصفحه تشايلد بيج. طيب دكتور، هذا بتقبل ال HTML 100%، الكود موجود. هذا المره الجايه بناخذه شوي شوي بس. يعني انا بس اللي بدي اوصلكم اياه، اللي اوصلكم اياه رساله بسيطه جدا. البرنامج بدو شرح كشرح، يعني ابعد مش راح ما بدك تشرح. هذا بتعلمه من الاستكشاف، سهل جدا تستكشف. بس كل اللي بدك تعمله انك انت تصمم الموقع زي ما بدك، الشكل اللي بتحبه، وبجهد تطلع عليه، عجبني باخذه، ما عجبنيش بعمل غلط. يا سلام يعجبني شكل، خلص ثبت الشكل، ثبته وسيبه، كل مره سيبه. لما تسوي بتعبي صفحاتك، بتعبي مش عارف ايش، نكست تايم راح تتعلم كيف نسوي الهايبر لينكس، كيف نسوي مثلا اضافات ل مثلا لوجو معين، لنحط مثلا جوجل سيرش، كيف نحط ساعه، كيف نحط كالندر، نحط مثلا شو اسمه سكايب كول، يعني بدنا نحركه شوي. كيف نحط فيه صوت مثلا؟ كله كله هذا جاي. دكتور ايش في مواقع ممكن نعملها انت تشجعنا عليها؟ يعني لما ننشرها نعملها دومين؟ انا اشوف تاخذيش رايي في هاي بصراحه، لانه مش كثير بروفيشنال فيهن انا. طيب مين ناخذها يمين دكتور؟ ودك واحد تاع ويب سايتس شاطر في الويب سايتس. انا اساليني اديوكيشنال. طلعوا هذا، انا النسخه اللي معي الستاندرد مش الهوم. طلعوا معي يا جماعه النسخه اللي معي الستاندرد مش الهوم. طلع كيف بصدر، طلع كيف بصدر.
بيصدر لمودل وبصدر للبلوجر وبصدر للوورد بريس وبصدر لمش عارف ايش. يعني هذا بتالف معايا على طول، مجرد ما ترفع باخذ الويب سايت منك على طول. شو احلى من هيك؟ وصلني اهلين وشكرا للجميع. ستوب شيرينج. ايوه توتال ريكوردينج تايم. محمود سألني اذا موجود السبت. انت موجود السبت؟ لا السبت في اربد. سامعني اشرف؟ لساته بسجل. كيف بدنا نوقفه هسه؟ الناس ستوب شيرينج. احنا هاي ستوب اي ساعه في